بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. حلقتنا النهاردة زي ما حضراتكم متعودين عبارة عن نصفين، النصف الأول مجموعة من الأخبار، والحقيقة أخبارنا النهاردة بدأ يدخل فيها شوية أخبار النادي الأهلي. زي ما اتفقنا مع بعض شهر 6 و7 و8 وممكن 9 كمان بيكون أخبار المنتخبات بشكل كبير، لأنه بتبقى الدوريات المحلية في كل الدول أغلب دول العالم بتبقى واقفة عشان الاشتراكات الدولية، يعني كأس العالم كرة سلة شغال دلوقتي، بطولة أفريقيا طايرة رجال جاية، يعني البطولات القارية والدولية أخبار الفرق بتبقى قليلة شوية. إحنا من الأقرب من شهر 9 عندنا بعض المنافسات هتبتدي تبان، فبدأت الفرق تستعد، فأخبارنا النهاردة فيها جزء مش قليل عن استعدادات فرقنا، لأن بعض المنتخبات خلصت خلاص اشتراكاتها الدولية. الفقرة الحوارية لو حضراتكم تابعتونا الحلقة اللي فاتت كان عن الكاراتيه في النادي الأهلي، بطولة أفريقيا كانت شغالة يعني منذ أيام، بدأوا بالناشئين وبعد كده الكبار. الحلقة اللي فاتت كان معانا مجموعة من الناشئين والناشئات اللي فازوا بميداليات في بطولة أفريقيا. النهاردة هنستكمل رحلتنا مع الكاراتيه في النادي الأهلي ولكن مع الكبار، رجال وسيدات الحقيقة حققوا نتائج كويسة جدا في بطولة أفريقيا اللي خلصت منذ أيام في مستوى الرجال والسيدات. هيكون معانا النهاردة أربع أبطال وبطلات الحقيقة قدروا إن هم حققوا ميداليات في بطولة أفريقيا اللي فاتت. هيكون معانا عمر أشرف، ده طبعا لاعب النادي الأهلي في الكاراتيه ومنتخب مصر، طبعا ده جاب ذهبية كوميتيه فوق 76 كيلو جرام شباب. هيكون معانا برضو مصطفى الغباشي، يعني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر في الكاراتيه، وطبعا ده حصل على فضية الكاتا جماعي رجال. الفرق بين الكوميتيه والكاتا، الكوميتيه هي لعبة اشتباك ولكن الكاتا لعبة او يعني نشاط استعراضي شوية. القتال في الكاراتيه بيتسمى كوميتيه، الاستعراض بيتسمى الكاتا. هنروح لآية هشام نجمتنا، نجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر سيدات، حصلت على فضية الكاتا الجماعي ومعها زميلتها نهى عمرو واللي فازت معها ايضا بالكاتا الجماعي، فضية الكاتا الجماعي سيدات. هيكونوا معانا هنتكلم عن انجازهم الكبير، هنتكلم ايه اللي اتعلموه في النادي الاهلي وازاي قدروا يفيدوا منتخب مصر من خلال وجودهم جوه النادي الاهلي. هنروح لاخبارنا وهنبتدي في البدايه بكره اليد اللي فرضت نفسها بشكل كبير كلعبه شعبيه تانية بسبب اكيد نتائج منتخب القومي للرجال، والسيدات لسه ما دخلوش زي الرجال على الخط، ولكن بدا المنتخب السيدات يعني يشارك بقوه في المحافل الدوليه، ولكن الرجال حققوا نتائج كويسه جدا على مستوى الرجال والشباب والناشئين، ففرضوا نفسهم بقوه كلعبه شعبيه تانية. الفريق الاول لكره اليد في نادي الاهلي بقياده مستر ديفيد ديفيز يعني بيكمل استعداداته عشان بطوله المحترفين اللي هتنطلق في 1/9 باذن الله في اول مباراه مع نادي الزهور. مستر ديفيد ديفيز رافع الاحمال البدنيه بشكل كبير، خلاص رجعوا من البوسنه والهرسك بعد المركز الثاني بعد برشلونه في بطوله البوسنه او بطوله الابطال الدوليه اللي اتلعبت في البوسنه، رجعوا خدوا يومين راحه بالعدد وبداوا طبعا الاستعدادات. رفع الحمل التدريبي بشكل كبير جدا، وده وضع طبيعي كل ما هيقرب من 1/9 كل ما هينزل بالحمل التدريبي. واول مباراه زي ما قلت لحضراتكم هتبقى يوم 1 سبتمبر مع الزهور. طب هم بادئين ليه اليد؟ بادئين بدري لان في التزامات كبيره جدا وبطولات متعدده سواء محليه او دوليه او قاريه الفتره اللي جايه، فكان الزام على اتحاد كره اليد انه يبتدي المنافسات المحليه بدري 1/9. اول لعبه جماعيه هتبتدي السلة، لسه المنتخب بيلعب كاس عالم، الطايرة لسه هيلعبوا بطولة افريقيا، فاذا ما عندكش يعني فرق خلصت التزاماتها الدولية او المحلية غير كرة اليد، ليهم نظام انت تبع الاجندة الدولية، تبع الاجندة اللي بيحطها الاتحاد الدولي بتاعك. فالنهاردة احنا الدوري المحلي هيبتدي او دوري المحترفين هيبتدي 1/9 عشان في بطولات افريقيا، واجيب لحضراتكم تباعا البطولات اللي هتيجي او المكتوبة او في الاجندة لفريق الرجال او السيدات. وطبعا بفكر حضراتكم ان فريق كرة اليد ده اكيد حاجة طبعا اكيد كلنا فاكرينها ان هو بطل او حامل لقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي. النادي الاهلي هنا بيدافع عن لقب الدوري والكأس، ان شاء الله نحقق موسم تاريخي زي ما حققناه السنة اللي فاتت في كل الالعاب، ويعني خطوة خطوة كده ان شاء الله كل فرقنا تكلل بالنجاح. من ضمن اخبار كرة اليد النادي الاهلي كان خد قرار انه هيشارك في بطولة الابطال او بطولة ابطال الدوري في افريقيا كرة اليد بالرجال والسيدات، ودي حاجة جديدة. اللي شفناه قبل كده كان دايما السيدات بتشارك في ابطال الكؤوس، ولكن الجديد ان النادي الاهلي وافق بمجلس ادارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب
بنشارك رجال وسيدات. طيب ده اللي كان العهد اللي خده معانا كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، ان دعم السيدات مش هيبقى مرحلي. يعني ايه مرحلي؟ يعني اللي حصل مع السيدات في كرة اليد ودخولهم ابطال الكؤوس ودعمهم باتنين محترفات وادوا اداء جيد جدا في قبل النهائي وحصلوا على المركز الثالث. يعني قصدي اقول لكم انه طبعا يعني اصطدمنا بانجولا، محتاج عشان تفوز على فرق انجولا محتاج الحقيقه استعداد كبير. فهيشارك الفرقتين في ابطال او بطوله افريقيا الابطال الدوري غدا، قرعه بطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري للرجال وسيدات. المسؤولين في الاتحاد الافريقي لكره اليد برئاسه البنيني منصور اريمو حددوا بكره باذن الله موعد اقامه قرعه بطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري رقم 44 واللي هتتلعب في الكونغو برازافيل في الفتره من 27 سبتمبر ولحد 7 اكتوبر. خلاص ده احنا على الابواب. منافسات السيدات هيشارك فيها 8 فرق من بينها الاهلي بطل الدوري المصري طبعا، اما منافسات الرجال فهيكونوا 10 فرق بينهم الاهلي والزمالك. القرعه هيحضرها المسؤولين عن لجنه المسابقات وعدد من المسؤولين عن الاتحاد الافريقي لشرح نظام البطوله بالاضافه لممثلين عن الفرق المشاركه. واللي هيفوز بالبطوله دي، وده الاهم بقى، ان ماتشات او بطولات افريقيا لكره اليد سواء رجال او سيدات بيترتب عليها فوزك بيها حاجه ثانيه. فاللي هيفوز ببطوله الابطال هيلعب كأس السوبر اللي جاي اللي هيكون في شهر 5 قبل بطولة أبطال الكؤوس. تاني، كل بطولة أنت بتلعبها أفريقيا بيبقى ليك مقعد في حاجة. يعني اللي خد السوبر الأفريقي رايح بطولة العالم اللي هو النادي الأهلي. اللي هياخد بطولة الأبطال اللي جاية هيروح السوبر الأفريقي اللي جاي اللي منه هيروح لبطولة العالم. أبطال الكؤوس بيحجز مكانه في السوبر اللي بعده. فإذا أنت عندك، يعني السوبر ما بقاش ماتش أو ماتشين زي زمان، لا ده بقى أربع فرق بيشاركوا فيه. كان بيبقى ماتش واحد، لا. الاتحاد الافريقي غير النظام السنه دي وخلاهم اربع فرق بيشاركوا. طيب احنا رايحين برجال وسيدات والماتشات هتتلعب من 27 سبتمبر زي ما قلت لحضراتكم لحد 7 اكتوبر في الكونغو برازيفيل. اكيد وانا مغمض كده هيكون في معسكر لو الدوري تمام ومستر ديفيد ديفيز ما طلبش وكابتن محمد عادل زولا ما طلبش او كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز ما طلبش ليهم معسكرات، هيروحوا على طول على البطوله. ولكن لو احتاج وشاف من المصلحه انه يعملوا معسكر هيعملوا. ولكن انا اتوقع ان فريق الرجال مش هيعمل، لانه خلاص عمل في البوسنه والهرسك بطوله جامده جدا، مش مهما لعب مش هيلعب زيها. وكمان انت داخل بعد كده على ماتشات الدوري المحترفين، اي نعم هتبقى يعني متدرجه القوه ولكن يعني ماشي الحال. السيدات ممكن يحتاجوا معسكر خارجي لان هم لسه مش باين معالم الدوري بتاعهم ولا كمان عملوا معسكر خارجي، فممكن يكون كابتن محمد عادل هيأخر المعسكر التدريبي ده لقبل بطولة أفريقيا. الله أعلم إيه اللي هيحصل، وهيعلنوا أكيد قريب عن جدول الاستعداد لهذه البطولة. كل التوفيق طبعا للرجال والسيدات في البطولة دي، كمشاركة طبعا للسيدات مشاركة بعد سنين طويلة في بطولة الأبطال. إن شاء الله نشوف فريق السيدات على منصات التتويج خاصة بعد البطولة الكبيرة اللي عملوها على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ألا وهي أفريقيا الأبطال الكؤوس وحصولهم على المركز الثالث. هنروح لفريق او منتخب مصر لكره السله واللي بيخوض بشراسه الحقيقه كاس عالم قوي جدا جدا جدا، يعني بيدور دلوقتي في ماليزيا والفلبين واندونيسيا. الثلاث دول منظمين البطوله. الحقيقه منافسه شرسه جدا، فرق الحقيقه انا مش عارف في ايه والله العظيم، يعني كاس عالم جامد جدا. مصر لعبت اول ماتش مع ليتوانيا، فريق جامد ثامن العالم، فريق محترم جدا. خلصت النتيجه 93 67 دي نتيجه المباراه الاولى لمنتخب مصر مع ليتوانيا، يعني فرق حوالي حاجه و20 نقطه. ده كان متوقع وطبيعي من ليتوانيا، وقلت لكم ليتوانيا فرقه جامده جدا. انا لعبت مع ليتوانيا دي هناك في ليتوانيا من يعني نقول 15 20 سنة، والحقيقة هم هناك اللعبة الشعبية الأولى الباسكت والشعب نفسه طويل، فليتوانيا كان ماتش صعب. الماتش اللي بعد كده كان مع الجبل الأسود وخسرنا برضه بنتيجة يعني 89 74، فرق 15 نقطة. فاضل لنا مباراة واحدة يوم الثلاثاء الساعة 11:45 هنلعبها مع وهنلعبها مع المكسيك. ده أملك الوحيد إن أنت تكسب المكسيك. طب ليه عايز تكسب المكسيك؟ الموضوع مش موضوع ترتيب، خلينا أشرح لكم بقى القصة شوية عشان فليتوانيا كسبت المكسيك فرق 30 نقطة، وأنت خسران من ليتوانيا فرق حاجة و20، يبقى أنت والمكسيك قريبين. وأنت لعبت المكسيك في الإمارات خسرت منهم فرق 8 9 بونت، الماتش في الملعب.
طب انت عايز تكسب المكسيك ليه؟ خلينا اشرح لكم حاجه مهمه جدا. الاتحاد الافريقي من حوالي كاسين عالم فاتوا قال لك انا هعمل التاهل ويندوز لبطوله كاس العالم، ما عادش بقى في مباريات. كنا زمان على ايامنا نلعب بطوله افريقيا والاول والثاني يطلعوا كاس عالم، فهم بياخدوا اربع فرق، فكان هيبقى اللوجيك ايه؟ اول ثاني ثالث ورابع يطلع كاس عالم. لا، هو غير النظام خالص، والاتحاد الدولي اللي غيره مش الاتحاد الافريقي. الاتحاد الدولي عمل ويندوز او النوافذ بتتعمل زي دورات مجمعه، اربع دورات مجمعه بيطلع منها فرقه تطلع كاس عالم، فرقه تطلع كاس عالم او اثنين يطلعوا كاس عالم. طلع الاربعه كاس عالم، وده كوتا او 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 حصه افريقيا في كاس العالم. طب الاولمبيات هيعمل ايه؟ قال لك لا، ما انا مش هعمل ويندوز تاني. كان زمان بيعملوا حاجه تانية، يعملوا كانت افريقيا تبقى بتتلعب كل سنتين، السنتين او البطوله دي مؤهله لكاس عالم، يخلص كاس عالم تيجي وراها السنه اللي ورا يبقى كاس عالم، تيجي السنه اللي ورا بطوله افريقيا مؤهله للاولمبيات، تلعب اولمبيات، تلعب افريقيا كاس عالم، افريقيا اولمبيات، وهكذا. اللي بيتاهل الاولمبيات كان بيبقى الاول، ودي كانت مشكله الجيل، ان احنا كنا دايما بنصطدم بانجولا اول، شكرا ما نطلعش اولمبيات. كنا يعني حظنا انجولا بتاخدنا في قبل النهائي على طول، وحتى لو كنا طلعنا النهائي برضه كنا بنلعب انجولا. فانجولا الحقيقه يعني كانت معلمه علينا جامد في جنة. فاللي حصل دلوقتي انه قال لك لا، مش هعمل الاولمبيات بطوله افريقيا او ويندوز. الفرقه اللي راحت كاس عالم احسنهم ترتيب في كاس العالم هي اللي تاخد البطاقه التاهل للاولمبيات. نعم، كله مرتبط ببعض، يمكن ده الاتحاد الدولي الوحيد اللي عامل كده. فانت عندك اربع فرق افريقيه بتشارك النهارده في كاس العالم، خمسه، انا اسف خمسه، طلع خمسه منهم كاس العالم. عندك مين؟ عندك مصر طبعا، جنوب السودان، عندك راس الاخضر، كوت ديفوار، عندك انجولا. دول الخمسه اللي مشاركين، دول الخمسه اللي مشاركين في كاس العالم. الحقيقه كل الفرق خسرت ما شاء الله في الافريقيه، ما عدا انجولا كسبت ماتش واحد، فده هيرتقي بيها في الترتيب. فجنوب السودان خسرت من بورتوريكو بمعركه بعد اكسترا تايم. جنوب السودان عامل عظمه، عندها ماتش، وانجولا كسبت الفلبين 80-70، فاذا هنا على ارضها على فكره. فاذا انت النهارده عندك لازم تكسب المكسيك. طب ماتشك مع المكسيك اخباره ايه؟ قريب، اسمعوا مني، قريب ممكن تكسب. انا هتكلم بشكل عام في موضوع الباسكت. الباسكت انت عشان يبقى عندك منتخب ينافس الكبار، انت كده بسم الله الرحمن الرحيم محتاج 6-7 لعيبه في الام بي اي، ويكونوا لعيبه شايله زي جنوب السودان كده. انت مش هينفع تطلع او تنافس الكبار بالدوري المحلي. خلينا نقول ان الدوري المحلي ناجح، خلينا نقول انه عظمه على عظمه، ولكن انت مش هتقدر تنافس. النهارده لوكا اللعيب السلوفيني اللي بيلعب في منتخب سلوفينيا هو لوحده شايل فرقته، وطبعا لوكا بيلعب في دالاس، وانتوا عارفين يعني ايه، وبيوصلهم دايما البلاي اوف في دالاس، فهو سوبر سوبر ستار. جنوب السودان شرحه، انتوا شفتوا لعيب واحد ايموت اللي كان معانا بيلعب بطوله افريقيا، حاجه سوبر. فانت لعيب واحد من جنوب السودان جه عمل معاك فرق كبير جدا، ما بالك بقى جنوب السودان. دي النقطه الاولى، ان انت عايز بسم الله الرحمن الرحيم 6-7 لعيبه بيلعبوا في الام بي اي، ودي القضيه بتاعتنا اللي جايه. عايز منتخب جامد في الباسكت، اسعى وحارب ان انت تدخل لعيبتك الام بي اي. انت النهارده كان جيلي كان صعب جدا يتعرف يروح الام بي اي، النهارده الام بي اي جات لك في ام بي افريكا، وبيقودها طبعا ومدير مكتبها هنا في مصر مصري طبعا بالطبع. فاذا انت عندك الام بي اي جه لكل بيت مصري ولكل بيت افريقي، يعني هو اللي جاي لك. اسعى بقى بالتنسيق مع المنظمه دي ان انت تودي لك 6-7 لعيبه انت كاتحاد، لانه المصنع اللي هيخرج لك لعيبه تنافس هو الام بي اي. يبقى عندك 10 لعيبه تختار منهم 6 ييجوا، انت كده في الامان، هتكسب وهتكسب فرق كبيره، والموضوع ما بقاش صعب، الدنيا قريبه. انما بالدوري المحلي شكرا، يعني انت هيبقى اخرك تكسب لبنان، اخرك تكسب الامارات، انما عشان تكسب بقى الجبل الاسود ولا تخش تكسب ليتوانيا ولا تكسب الفرقه دي لازم يكون عندك 6-7 نار. ده النقطه الاولى. النقطه الثانيه، لازم تجنس. بتقول ايه يا كابتن؟ تجنس. الاتحاد الدولي سمح ليك ان انت تجنس لعيبه. تجنس يعني ايه؟ مش ان انت تجنس بالمعنى يعني، لا، بيدي لك بطاقه ان انت تجنس لعيب فتره البطوله او فتره اللي هيلعب فيها بس. ده اوبشن عمله الاتحاد الدولي، وعلى فكره دول كبيره جدا عاملاه. جنوب السودان اللي هي مش محتاجه جنست لعيب نار،
حاجه و30 بونت ولا 27 بونت الماتش اللي فات، وهي مش محتاجه جنوب سادة اللهم صل على النبي يعني فرقه يعني تخض. فانت من دول انت مش هتعرف تعمل حاجه. فيعني المنتخب بامانه ما ادى شكل كويس. طب اكبر مكسب للبطوله ايه؟ النهارده هيبقى مين عامل ماتش جامد بالمناسبه. اكبر مكسب ليك في البطوله هو كريم حاتم. لعيب صغير 19 سنه بيلعب بوينت جارد، بيلعب كاس عالم ولسه عنده 19 سنه، ده مكسب كبير. وفي مكاسب عديده، ولكن انت عشان تنافس بدون الورقتين دول ام بي اي بلايرز، وانت مش بعيده، انت تقدر دلوقتي كاتحاد تدعم لعيبتك اللي في الجامعات، تدعمهم بشكل او باخر، تعمل لهم اتصالات، تتواصل مع مديرين اعمال، ما اعرفش تعمل ايه بقى، بس في الاخر توصل 6-7 لعيبه في الام بي اي يلعبوا، هو ده المصنع اللي هيطلع لك فرقه نار، تجمعهم قبل البطوله تروح تكسب. الجبل اللي هو الجبل الاسود عندهم لعيب او اتنين ام بي اي نار، وبرده يعني قطعونا في الماتش. فانت محتاج كده، غير كده الدنيا هتبقى صعبه جدا. بس المنتخب الحقيقه يعني انا شايف ان ده من افضل كؤوس العالم اللي لعبها بامانه، عشان بس ما بس مش الليفل اللي احنا عايزينه. جود لك ان شاء الله يوم الثلاث مع المكسيك نكسب، ونبقى مع انجولا ولا كل مقام المقال. ممكن القرعه تخدمنا ونطلع اولمبيات، وده التصريح اللي اعلنه ايهاب امين انه امنيه حياته يلعب في الاولمبيات، لان الاولمبيات بيبقوا 12 فرقه بس، 12 فرقه بس اللي بيلعبوا الاولمبيات. فانت لو لعبت اولمبيات انت ترتيبك اوتوماتيك هيبقى فريق في العالم من احسن 15 فريق. احنا ترتيبنا دلوقتي ال 55، احنا بعيد جدا، احنا بعيدين. طيب انت عندك خمس لاعبين مع المنتخب من النادي الاهلي: عمرو جندي، ايهاب امين، عمر طارق، كريم حاتم، عمرو زهران، اللي اتعور واحتمال كبير ما شاركش في المباراه دي، ولكن احتمال كبير يشارك في المكسيك. كل التوفيق، واهم من هو يشارك اهم حاجه انه الحمد لله اصابته مش اصابه كبيره. هنروح من الرجال نتنقل على طول على طبعا. بالمناسبه خليني بس قبل ما اروح للسيدات، فريق السله في النادي الاهلي بيتمرن بشكل كويس مع مستر اجوستي. في نقص كبير من اللعيبه، لان انت عندك خمس لاعبين مش موجودين، ولكن هو مصعد الناشئين كلهم من تحت 20 ومن تحت 18 ومن تحت 16 كمان، مصعد لعيبه 2007 عشان يمرنهم معاه. ودي وجهه عنده 6-7 لعيبه او 8 لعيبه باقيين، لسه ما اتحسمش موضوع المحترف اللي هيلعب معاه الدوري، ولكن اتحسم ملف المحترفين اللي هيلعبوا بطوله العالم. يعني طبعا اكيد حضراتكم شفتوا وسمعتوا بوينت جارد منتخب تونس هيجي، في طبعا فكوادي اللعيب النيجيري برضه هيجي، كنا عايزين نجيب اموت بس اموت مضى عقد في جنوب شرق اسيا مش هيجي. يعني قصدي اقول لكم انه الملف ده بشكل كبير، انما مين اللي هيستمر بعد ما تومسون لاعبنا المحترف اعلن اعتزاله ما نعرفش. فبيتمرنوا في النادي بيتمرنوا كابتن احمد الجرحي طبعا رئاسه الجهاز مستر اجوستي او رئاسه الجهاز الفني، بيتمرنوا بشكل مستمر في استاد عبد الرحمن فوزي استعدادا للحاق الخمسه بتوع المنتخب بيهم، وبعد كده هنطلع على طول على اندونيسيا ماليزيا انا اسف عشان نلعب بطوله العالم للانديه ان شاء الله في شهر سبتمبر. بعديها هوب بنروح على قطر نلعب في الدوحه بطوله عربيه اللي احنا فيها الوصيف والبطل بتاع النسخه اللي قبل اللي فاتت لفريق الرجال لكره السله. طيب هنروح لسيدات بقى كره السله في النادي الاهلي. النهارده اداره النشاط الرياضي اعلنت التعاقد مع اللاعبه تمارا نادر السيد، تعاقدوا معاها قادمه من نادي الجزيره في صفقه انتقال حر. الحقيقه دي صوره تمارا، انا اسف، قادمه من نادي نادي الجزيره. نادي الجزيره التمارا كانت بتلعب السنه اللي فاتت في نادي الجزيره، وهي عقدها كان مع الصيد انها كانت رايحه اعاره مع الجزيره. طيب تمارا يعني بتلعب في مراكز كده، بتلعب في 3 و4 وكانت مفيده جدا، ودي طبعا صور من توقيع العقود. واضاف طبعا وضح كابتن خالد العوضي ان النادي تم التعاقد مع تمارا لمده 4 سنين جايه في اطار خطه تدعيم صفوف كافه فرق النادي بالعناصر المميزه من اجل المنافسه على الفوز بكل البطولات. دي صوره كابتن خالد العوضي طبعا مع او تمارا مع كابتن خالد العوضي. واضاف ان التعاقد مع اللاعبه جاء بناء على الرؤيه الفنيه للجهاز الفني بقياده كابتن طارق خيري في اطار التدعيمات بافضل العناصر من اجل مواصله حصد الالقاب في الفتره المقبله. الموسم اللي جاي للسيدات موسم مش سهل زي يعني هنقول اصعب من الموسم اللي فات، الموسم اللي فات ما كانش سهل برضه. ولكن سبورتنج الحقيقه ضم 3 لعيبه جداد، منهم 2 كانوا عندنا، هلا شعراوي ونور علي طلعت، والاثنين بيلعبوا تحت الحلقه. عندنا السنه الجايه منافسه قويه من سبورتنج. طب الاثنين اتنقلوا ليه؟ لان النادي الاهلي ما سجلهمش، فبقى حقهم ينتقلوا لاي نادي تاني. فالاثنين دول الحقيقه كمان ما لعبوش مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت، ولكن السنه الجايه هيلعبوا مع سبورتنج. يعني ما لعبوش معاك، ولكن هيلعبوا السنه الجايه مع النادي المنافس. فالنهارده انت عندك هيبقى تحت الحلقه مشكله. طبعا سمعنا ان كمان المحترفه تم التوقيع مع محترفه افريقيه، كل الكلام ده طبعا هيتم الاعلان عنه فور ما النادي الاهلي يعلن عن الصفقه.
يعني في تدعيمات شغاله، ولكن موسم السيدات السنه الجايه مش هيكون سهل بالمره، لانه في تدعيمات من ناحيه سبورتنج في السيدات بشكل كبير مع محترفه كويسه هيبقى الامور. لان انا سمعت كمان نادي سبورتنج تعاقد مع المحترفه الامريكيه اللي كانت بتاعه نادي الجزيره. المحترفه دي بتلعب في بوزيشن 2 شويته جدا جدا سريعه بول كنترول، فكده بقى بره الحلقه جامدين وتحت الحلقه جامدين. ده طبعا بالاضافه للاعيبه اللي موجودين اصلا هاجر وغيره وغيره اللي موجودين في نادي سبورتنج. اوريدي نادي سبورتنج كان واخد بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، ففريق مش سهل. فالسنه الجايه اتصور هيبقى المنافسه قويه مع النادي الاهلي في سله السيدات. طيب هنروح لمنتخب سيدات الكره الطائره اللي الحقيقه بيمثله 14 لاعيبه، سبعه من النادي الاهلي. بس قبل ما نروح للخبر ده خلينا نروح للرجال الاول. الرجال اهم، دي يعني السيدات بطوله وانتهت، بس خلينا نقول الرجال عشان الرجال عندهم بطوله افريقيا قادمه. الرجال طبعا مديره الفني الايطالي فلافيو كان جمع المنتخب واستعدوا، طبعا صوره المدير الفني الجديد للكره الطائره رجال، واللي اخذ الفرقه وراح معسكر في سلوفينيا وتركيا ومقدونيا، عملوا ماتشات كويسه. في خمس لاعبين في التشكيل النهائي للمنتخب من اصل 14 لاعب، الا وهم احمد صلاح، حسام يوسف، عبد الرحمن سعودي، محمد رمضان، محمد عصران، اكيد كنا هنضيف عليهم عبد الله عبد السلام لو ما كانش مصاب. يعني خمسه النهارده من النادي الاهلي انضموا لمنتخب الرجال، عندهم بطوله افريقيا في اليومين الجايين. بطوله افريقيا مهمه جدا 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 وعلى ملعبنا، ويمكن اخر بطوله نظمت في مصر بطوله افريقيا لرجال الكره الطائره خسرناها من تونس. فالنهارده انت مهم جدا تكسب، مهم جدا تتاهل من البطوله دي لبطوله العالم. يعني عندك مكاسب كتير جدا، معاك مدير فني جديد. الحقيقه انا مشتاق اشوف الفريق الجديد بالشكل الجديد تحت القياده الفنيه الجديده، لانه لما نلاقي ان عبد الله عبد السلام واحمد صلاح رحبوا او رحب بالانضمام لمنتخب مصر، يبقى اكيد هم شايفين ان الدنيا مختلفه. الدنيا مختلفه، في قياده فنيه جديده، في دم جديد. فوجود احمد صلاح، وكان عبد الله عبد السلام قبله لولا الاصابه وانه ما تمثلش للشفاء، اكيد ده بيدي انديكيشن معين او بيدي مؤشر انه الروح مختلفه والدنيا غير الدنيا. نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر لكره الطائره، واتمنى ان بعد انتهاء من بطوله منتخب مصر الدوري يبتدي بدري شويه، مش لازم نقعد ديسمبر زي كل سنه ونوفمبر عشان نبتدي ونخلص الدوري في شهر 6 و7 وبعد رمضان. يعني انا عايز الدنيا تبقى طبيعيه. المنتخب خلص والسيدات خلصت خلاص، والخبر اللي بقى كده سيدات، الرجال تخلص ابتدي البطوله بتاعتك المحليه، مش لازم نقعد نطول في الامور، لان لما بتطول الامور يعني بيبقى الازمه مع اللعيبه، اصابات، المنتخب ما بياخدش وقته في الاعداد في الصيف اللي بعده. يعني لازم نبتدي بدري، ودي يعني همسه في اذن اتحاد كره اليد، اتحاد كره الطائره، خاصه لجنه المسابقات. هنروح لسيدات الكره الطائره، كانوا بيلعبوا بطوله افريقيا وتاهلوا للنهائي، عملوا بطوله كويسه جدا، كسبوا كل ماتشاتهم لغايه طبعا ما وصلوا للنهائي ولعبوا المنتخب العنيد كينيا. كينيا اقوى فريق في افريقيا بدون منازع، خسرنا منه 3-0 بعد ماتش الحقيقه كان قوي جدا جدا جدا. بس احنا بالمركز الثاني تاهلنا السيدات الى بطوله العالم اللي هتتلعب ان شاء الله في صيف 2025. انا عندي بس كومنت صغير كده، هو الطبيعي بيبقى كاس العالم في السنه اللي بعديها، يعني احنا بنلعب 2023 يبقى في 2024. فهو 2025 بس، ده اجابته. انا بجاوب على حاجه يعني. طيب الناس بتتساءل، طب ازاي احنا لعبنا 23 وهنلعب بطوله في 25؟ الطايره عندها بطولتين، كاس عالم وبطوله عالم. عرفنا ليه بقى ان هو 23 فهنلعب البطوله دي في 25، يعني في كاس عالم في 24. فهي دي التركه او الحته اللي الساده المشاهدين ممكن يسالوا عليها، يعني السله كسبت السنه اللي فاتت لعبت الساده 2023، كله بيبقى كاس عالم في السنه اللي وراها دايما كده، بس دي اسمها بطوله عالم. طيب منتخبنا كان بيضم سبع لاعبات من اصل 14 اللي هم دعاء الغباشي وايا خالد وزين العالمي وندى وليد ودعاء محمد ومي غزال وساره امين. ندى وليد خدت احسن ليبرو، وده كان وضع طبيعي وتوقع لينا من ادائها في الدوري، من ادائها في الدوري وملهاش مقارن. يعني ندى الحمد لله يعني حاجه جامده جدا. عندك مي غزال خدت احسن سنتر بلوك، مي غزال خدت احسن سنتر بلوك، ايا خالد خدت احسن سنتر بلوك. وايا خالد برضو لو تفتكروا كانت في الدوري عامله ماتشات كويسه في ظل غياب السنتر بلوك اللي كان عندنا وراح نادي الزمالك، ولكن ولكن الحقيقه ايا خالد عملت شغل كويس طبعا. بالظبط،
وبرضه بعد اصابه ايه الشامي هم سدوا بشكل كبير جدا جدا. كل البنات كانوا كويسين، ولكن دول اللي حصدوا او اخذوا القاب فرديه. فطبعا وزينة العالمي برضه عمل بطوله كويسه جدا، يعني قصدي اقول لكم ان الكل عمل بطوله كويسه جدا. طبعا 7 لاعبات من اصل 14 ده بيدل ان احنا السنه الجايه، وخلي بالكم ايه الشامي مش موجوده، كان المفروض تبقى الثامنه، 8 لاعبات من اصل 14 شوت بي يكونوا جوه. فده معناه ان انت ان شاء الله السنه الجايه لا عندك فرقه محترمه جدا جدا جدا، وما تقلقش عليها وتعتمد عليها جامد جدا. مونديال الشابات بقى بتاع كره الطائره، كانوا هم خسروا في دور او في مباراه التاهل، ما عرفوش يتاهلوا، لعبوا من المركز 9 لل 16 هم حصدوا المركز 13. فطبعا ده اكيد مركز كويس، كنا نطمع في احسن من كده، ولكن يعني ليس في الامكان افضل مما كان، ولكن النتيجه ليست يعني مش وحشه بصراحه. طبعا ده المدير الفني كابتن ماجد مصطفى ابن النادي الاهلي. والمنتخب فاز النهارده الفجر على منتخب جمهوريه الدومينيكان بنتيجه 3-0، وجت نتيجه الاشواط 25-23 25-21 25-14 في الماتش طبعا اللي اتلعب على الصاله الرئيسيه بمدينه ليون المكسيكيه. الله يكون في عونهم في العوده بقى، بياخدوا لهم بقى رحله كده 36 ساعه يعني 48 ساعه، بياخدوا لهم رحله حلوه كده. وبالنتيجه دي قدر المنتخب انه يحقق المركز ال 13، اما المركز ال 14 فراح طبعا اكيد لمنتخب دومينيكان اللي احنا كسبناهم النهارده. المنتخب ده بيضم في صفوفه لاعبه واحده من النادي الاهلي، وده غير العاده. يعني انا الخبر ده يمكن اول خبر اقوله ان منتخب بيضم لاعبه واحده وهي سلمى يوسف سنتر المنتخب الاساسي. ولكن بعد تولي كابتن حمدي الصافي رئيس جهاز الناشئين والناشئات الموسم ده، توقع ان سنتين ثلاثه لا اللي جايين هتلاقي اختلاف كبير جدا، هتلاقي يعني سيطره كبيره جدا من الناشئين والناشئات على المنتخبات باذن الرحمن. طيب هنروح لبنت مصر الذهبيه ميار شريف، نجمتنا في التنس الارضي ونجم النادي الاهلي وبنت النادي الاهلي، والحقيقه اللي بتستعد دلوقتي لبطوله امريكا المفتوحه، واحده من اكبر البطولات في العالم، بطولات الجراند سلام الكبيره. ميار شريف اكيد داخله البطوله دي باحلام كبيره وطموحات كبيره عشان تقدر توصل بيها او توصل من خلال هذه البطوله للادوار النهائيه عشان ترتقي في التصنيف العالمي، اللي هي دلوقتي مصنفه رقم 48 على العالم. طيب البطوله دي هتتلعب من امتى؟ من 22 اغسطس ولحد 10 سبتمبر اللي جاي. ميار كانت اعتذرت عن المشاركه في بطوله كليفلاند الدوليه بسبب اصابتها في الظهر، وده خلاها تنسحب بسبب خوفها من تفاقم الاصابه، وكمان عشان ما تاثرش على اشتراكاتها او مشاركتها في بطوله امريكا المفتوحه، لان اكيد بطوله امريكا المفتوحه اقوى بكثير واهم بكثير من بطوله كليفلاند الدوليه، بالرغم الاثنين في امريكا ولكن واحده معتمده كبطوله جراند سلام. ميار لو فازت في الدور الاول هتلعب مع البله الروسيه فيكتوريا ازارينكا، ماتش جامد جدا يعني الحقيقه، برضو قرعتها مش خدمها. بس خليني اقول لكم حاجه، انت لو عايز ترتقي في التصنيف هتصطدم. اولا خليني اقول لكم ان البيلا الروسيه فيكتوريا من بيلا روسيا دي تصنيفها ال 18، فغالبا ميار هتكسب في الدور التمهيدي لان هي 48، هتصطدم بال 18. بس الحقيقه لو انت قعدت تقول كده مش هترتقي في التصنيف، لازم هتلاعب زي انس جابر لاعبتنا التونسيه، لازم هتصطدم بابطال ولازم تكسبه. انما لو قعدت تقول القرعه على القرعه مش هتخلص، يعني ال 18 احسن ما تقابل الخامس او الرابع، فانت ستيل بتلاعب بطله. وعلى فكره فيكتوريا دي كانت وصلت بقت توب 8، فهي اصلا يمكن ممكن تكون عندها اصابه ما شاركتش في بطولات، فبس هي نجمه بطله يعني. فانت ميار النهارده ميار لو انت عايزه تكسبي وعايزه ترتقي في التصنيف وتوصلي الادوار النهائيه، لازم تكسبي لك بطله او اتنين في بطوله كبيره زي دي، وده مش صعب. نتمنى الميار التوفيق، ويا رب يكون ظهرها باحسن حال، وان شاء الله تقدر تفوز وترتقي في بطوله امريكا المفتوحه، تبقى فتحت خير عليها عشان تخش في هي انس جابر عمل كده. انس دلوقتي وصفت الترتيب يمكن او الثالثه على العالم دلوقتي، بطلتنا التونسيه انس جابر. هنروح نتابع برضو ابطالنا، عندنا نجمنا نجم الرمح وكان ضيفنا الدايم هنا في برنامج الابطال ايهاب عبد الرحمن. ايهاب عبد الرحمن عمل نتيجه كويسه جدا جدا جدا، واستطاع انه يتاهل للنهائيات في بطوله العالم لالعاب القوه في رمي الرمح. طب ايه موضوع النهائيات؟ بص يا باشا، انت بتخش بطوله العالم بيبقى عندك مثلا قول 32 لعيب، مش هو كده بيكون 32 34 لعيب، بتصفوا مع بعض كلكم بتخش ترمي كذا رميه، بياخدوا احسن 8 من ال 32 لاعب. متخيلين قد ايه المنافسه؟
إيهاب عبد الرحمن نجح إنه يطلع مع الثمانية اللي هيلعبوا النهائيات، ودي كانت يعني بصراحة معجزة كبيرة، لأنه بياخدوا 12، أنا آسف، بطولة العالم يمكن الأولمبياد بياخدوا 8، إنما بطولة العالم بياخدوا 12. طيب البطولة دي كانت البطولة دي بتتلعب في العاصمة المجرية بودابست في الفترة من 19 لحد 27 أغسطس اللي إحنا فيه. مهمة جدا لإيهاب عبد الرحمن عشان يستعيد الثقة مرة أخرى، نتمنى. هو خد ميدالية قبل كده في بطولة العالم اللي كانت 2012 على ما أفتكر، 2015 حقق فيها فضية، 2015 دي زيها في 2015 قبل إيقافه الطويل اللي حصل معاه وموضوع المنشطات وخلافه، ولكن كان ساعتها خد الفضية، خد الميدالية الوحيدة، كانت هي الميدالية الوحيدة على فكرة، يعني لما خدها الفضية دي كانت الميدالية الوحيدة لمصر في التاريخ في رمي الرمح. نتمنى التوفيق ان شاء الله لإيهاب عبد الرحمن، لانه الحقيقه يعني النهايه هتبقى جامده وهتبقى مش سهله. مصر شاركت في البطوله دي بقائمه مكونه من 4 لعيبه، منهم 4 من الاهلي، 5 لعيبه منهم 4 من الاهلي. مين هم؟ إيهاب عبد الرحمن في رمي الرمح، عندك مصطفى الجمل في الاطاحه بالمطرقه، وعندك محمد مجدي حمزه في دفع الجله، واسراء عويس في الوثب العالي. اللي توفق وصل لنهايات كان إيهاب عبد الرحمن. طب ده نهايه المطاف؟ لا، لسه في بطولات جايه، ولسه لاعبتنا عندها فرصه كبيره جدا نتحقق فيها انجاز كويس. نتمنى ان ايهاب عبد الرحمن يحقق ميداليه عشان تبقى دي بوابته للاولمبيات اللي جايه، لانه الحقيقه الاولمبيات اللي فاتت برضه اتظلم، لانه ما لحقش يتاهل ويستعد بشكل جيد. تاهل زي ما بيقولوا والباب بيقفل، لانه ما كانش عنده يعني فرصه، وكان البطولات المؤهله قليله، فالحقيقه ما كانش عنده فرصه انه يتاهل، تاهل بدون اعداد وراح الاولمبيات ما توفقش فيها، ولكن ان شاء الله في الاولمبيات اللي جايه يكون بيستعد زي ما انتم شايفين اكيد ان شاء الله بشكل جيد للبطوله القادمه. والحقيقه كده تكون خلصت اخبارنا سواء لفرق النادي الاهلي او نجومنا ونجماتنا في المنتخبات في النادي الاهلي. هنروح لاخر خبر لينا قبل ما نطلع لفاصل طبعا عشان نستقبل ضيوفي، ضيوف الكاراتيه ابطال النادي الاهلي ومنتخب مصر اللي حققوا نتائج كويسه جدا في بطوله افريقيا. هنتكلم عن مونديال رفع الاثقال البارالمبي، وزي ما قلنا لحضراتكم ان احنا بنتابع النشاطات المختلفه، بس الحقيقه خليني الاول، طيب خليني اقول الخبر واشرح لكم بعد كده. طالما رحنا للصور، منتخبنا الوطني لرفع الاثقال البارالمبي حقق 13 ميداليه لحد دلوقتي في بطوله العالم اللي بتتلعب في دبي في الامارات من 18 الشهر اللي احنا فيه لغايه 30 اغسطس. ال 13 ميداليه جم 3 ذهب و5 فضه وزيهم برونز. وعلى صعيد منافسات الرواد حققنا 7 ميداليات وجم 4 ذهب و2 فضة و1 برونز. منتخبنا قدامه فرصة أكيد ذهبية إنه يزود رصيده من الميداليات في الأيام اللي فاضلة في البطولة بإذن الله. المنتخب بيشارك في البطولة دي بقائمة مكونة من 19 لاعب ولاعبة، بواقع 8 لاعبات و7 لعيبة، وفي كمان 4 ناشئين. كل التوفيق طبعا لأوناش مصر أصحاب القدرات الخاصة، ويعني نتمنى لهم التوفيق، وده مش غريب عليهم، دايما بيحققوا ميداليات كبيره يمكن اكتر من الاصحاء. وخليني برضو طالما جه خبر دايما هعيد الكلام ده في الموضوع ده عشان برضو اوضح وانور الساده المشاهدين عن الاختلافات في الانشطه الرياضيه. الاختلافات الانشطه الرياضيه عندنا 3 انشطه. الاصحاء اللي هو الرياضه العاديه اللي احنا بنشوفها، كره قدم، سله طايره، رمي رمح، جله، العاب قوى، ايا كان الاصحاء اللي هم بنتابعهم وبنشوفهم دايما على الشاشات المختلفة. عندنا البارالمبي دول بيبقوا أصحاب الإعاقة الجسدية اللي احنا لسه قايلين خبر عنهم دلوقتي، بيبقوا أصحاب همم، بيبقى عنده إعاقة في أحد الأطراف، إعاقة في ممكن طرفين، على حسب درجة الإعاقة بيتم تصنيفه على حسب الكلاسات بتاعته، بيبتدي يخش على حسب الكلاس بتاعه المنافسات بتاعته. دي النشاط البارالمبي، والحقيقة احنا متفوقين فيه جدا، وعندنا لجنة أولمبية بارالمبية في مصر هي كل الاتحادات البارالمبيه تحت مظلتها. والحقيقه في ال4 5 6 سنوات اللي فاتوا في دعم كبير جدا للنشاط البارالمبي في مصر بشكل غير مسبوق. والحقيقه ده انعكس على النتائج اللي حققناها في الاولمبيات البارالمبيه وكمان في المختلف المحافل زي دي كده مثلا. عندنا البرانش الثالث او الفرع الثالث للنشاط وهو الاولمبيات الخاصه. الاولمبيات الخاصه أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، برضو بتم تصنيفهم 3 مراحل، وكان لنا أبطال كتير جدا في نوروني في الاستوديو، ودي ليهم بطولة دولية اسمها الأولمبيات الخاص اللي بتتلعب بمشاركة آلاف الرياضيين.
وبيخشوا على حسب برضو كلاسز، على حسب درجة الإعاقة، وبيخشوا ينافسوا في رياضات مختلفة. ومصر الحقيقة برضو شهدت خلال 6-7 سنوات اللي فاتوا طفرة كبيرة جدا في دعم الأولمبيات الخاص. بس خليني أوضح حاجة، إن الأولمبيات الخاص ده بيتم دعمهم أو بيتم رعايتهم تحت وزارتين، وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن. يمكن البارالمبي والأصحاء بيتم دعمهم من وزارة الشباب والرياضة، أنا بتكلم على ممثلي الدولة أو إيه اللي بيدعمهم كممثلين للدولة. وزارة الشباب، وزارة التضامن بيعمل الأولمبيات الخاص، إنما البارالمبي وزارة الشباب، الأولمبي وزارة الشباب. وخليني أقول لكم إنه برضو يمكن الأولمبيات الخاص محظوظ. ليه؟ لأنه عنده دعم من الاثنين، فالوزارة ليها زي ما بيقولوا أدوات، وزارة الشباب والرياضة ليها أدوات وتولز اللي هي مديريات الشباب على مستوى الجمهورية، مديرية الشباب بالجيزة، مديرية الشباب في القاهرة، أسيوط، وهكذا إلى آخره، ليهم برضو أدوات بيوصلوا جوه المحافظات. طب الحتة اللي ما بتوصلهاش وزارة الشباب والرياضة، ده بالنسبة للأولمبيات الخاص، الحتة اللي ما بتوصلهاش وزارة الشباب والرياضة بتوصل لها وزارة التضامن. فإذا الأولمبيات الخاص واخد دعم بشكل قوي جدا، في سبونسرز النهاردة بيدعموا هذا النشاط، والحقيقة ده توجه دولة، توجه دولة. والحقيقة أنا عايز أقول لكم برضو إن إحنا في النادي الأهلي يعني لا يخفى على البعض بعد التكريمات اللي حصلت في الحفلة اللي فاتت اللي شرفت إن أنا أكون في تغطيتها في جوه الاستوديو في القناة، وهو تكريم الفرق الرياضية المختلفة بداية من كرة القدم وصولا إلى فريق أو فريق ذوي الإعاقة اللي في النادي الأهلي. وفي النادي الأهلي عندنا الاثنين، عندنا أصحاب الإعاقة الذهنية اللي هم أو أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية اللي هم طبعا موجودين عندنا في النادي الاهلي، وعندنا كمان البارالمبي، الاثنين عندنا اثنين او الفريق بيضم الاثنين. بالرغم النادي الاهلي يعني زي ما حضراتكم عارفين هو نادي كوره ونادي، ولكن النادي الاهلي ليه رساله مجتمعيه. يوم يعني النادي الاهلي مش محتاج الحقيقه يبقى يقول الكلام ده او نعيده او يزيد، ولكن النادي الاهلي ليه رساله مجتمعيه نحو المجتمع المصري، وده السبب الرئيسي النادي الاهلي النهارده بيرعى هذه الابطال. ومش هتلاقي الحقيقه في اي نادي في العالم الكلام اللي بقوله لك. عندنا 13 لعبه بنرعاهم بشكل كامل، وعندك كمان اصحابنا واخواتنا وابنائنا من ذوي الهمم برضو النادي الاهلي بيدعم. طيب الهدف من ده ايه؟ الهدف هو الدمج، الهدف هو الدمج، دمج طبعا اخواتنا في البارالمبيين واخواتنا اصحاب الاولمبيات الخاص، دمجهم في المجتمع، يصبح فرد منتج، فرد ليه دوره جوه المجتمع. ويمكن هتسمعوا الكلمة دي كتير، الدمج الدمج الدمج. كان زمان، معلش أنا بطول في الحتة دي لأن أكيد السادة المشاهدين حد من اللي هيسمعني هيكون عنده ابن، هيكون عنده أخ، هيكون عنده أخت من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الجسدية أو الذهنية. كان زمان أي أب بيبقى عنده ابن أو بنت من أصحاب الهمم بيخبيه، بيخلوش يظهر مع الناس، بيخاف عليه، ما هو ده من منطلق الخوف عليه، إن حد مثلا بعد الشر يتنمر عليه أو حد يبقى حاجة. لا، الكلام ده اتغير تماما، نظرة المجتمع تغيرت بشكل كبير لإخواتنا وأهالينا وولادنا من ذوي الهمم. فالنهارده اللي عنده ابن أو بنت أو أخ أو أيا كان حد من عيلته، لا النهارده بقى في مراكز شباب منتشر على مستوى مصر يقدر يدمجه في المجتمع من خلال الرياضة. البوابة بتاعتك اللي أنت تدخله جوه الرياضة أو جوه المجتمع، أنا آسف، هتبقى بوابة الرياضة. كان قاعد معايا على الترابيزة هنا على شمالي، كان قاعد نجم طبعا الدراجات اللي خد الميدالية الفضية في الدراجات في الأولمبيات الخاص في الألعاب العالمية، وكان من ذوي الإعاقة الذهنية، بيركب عجلته من الهرم بيروح لغايه جزيره العرب مقر الاتحاد او مقر الاولمبيات الخاص. يعني متخيلين بيعدي بقى على كباري وانفاق وطرق، بيروح المشوار ده مرتين ثلاثه في اليوم، ده زائد تمرينه. فانت عايز ايه اكتر من كده كاب او ام، ان انت ابنك او بنتك من اصحاب الهمم انت النهارده شايفه شخص طبيعي ونورمال وبيمارس حياته. بالعكس ده كان عنده وطنيه. انا عايز اقول لكم اداني بادج لمصر، والله انا بحطه في جيبي على طول قبل ما اطلع في الهواء، دايما اداني هو هداني بادج صغير كده بيتحط على البدله للمنتخب مصر او لمصر، علم مصر. والله انا عايز اقول لكم هو في جيبي دلوقتي وانا على الهواء. فهو الحقيقه انه يعني عنده وطنيه وعنده انتماء كبير جدا، كبير جدا، اكتر من اصحاء كتير. بالعكس دمج في المجتمع. انا النهارده بوجه رسالتي لكل اب لكل ام، خش على صفحه الاولمبيات الخاص على الفيسبوك او اعمل سيرش على النت هيوصلك، روح بنفسك لجزيره العرب
وشوف ايه المراكز او بالتليفون ايه المراكز الكتير اللي ممكن يخش فيها او يندمج فيها ابنك او بنتك. اتصل باللجنه البارالمبيه وارقامها موجوده، وفكروني برضو ان شاء الله يا جماعه، بس فريق العمل يا ريت نجيب كل الارقام دي وبعد اذنكم ننزلها الحلقه الجايه برضو عشان اخواتنا وزمايلنا. انا برضو يعني بفكر فريق العمل ان احنا نجيب الحاجه دي من غير ما الناس تدور، نجيبها نعرضها على الشاشه وننزلها على السوشيال ميديا نكون بنساعد. ليه؟ لان احنا يعني احنا بنحاول برضو نكون جزء او نساعد يعني اولياء الامور ان احنا نوصلهم لهدف. فانت النهارده ممكن تدمج ابنك، وعلى فكره ايا كان السن، يعني 35 في رواد، في 40 في عندك، ثلاثينات عشرينات عشرات، في كل الاعمار السنيه ليهم نشاطات وليهم تواجد وليهم تدريبات وليهم اماكن بيتمرنوا فيها. والدوله المصريه موفره الحقيقه يعني بنيه تحتيه قويه جدا في الرياضه، بيستفاد منها الاصحاء او اصحاب الاعاقه البدنيه او اصحاب الاعاقه الذهنيه. معلش انا استطردت شويه في هذا الموضوع لانه شايفه ليه بعد اجتماعي قبل ما يكون بعد رياضي. دايما البعد الرياضي بيبقى يعني رايح معاك لحته معينه، ولكن في الحته دي رايح قوي لبعد اجتماعي. فانا بناشد الحقيقه كل اولياء الامور عندهم طبعا يقدروا يوصلوا للمراكز المختلفه يخلوا اولادهم تمارس رياضه. صدقني في يوم من الايام هتبقى فخور بابنك او بنتك، وصدقني هتخليه هو كمان فخور بنفسه وفخور ببلده. دي الحقيقه مجموعه اخبارنا، خلصناها. نطلع لفاصل عشان نستقبل، لو ما شفتناش من اول حلقه هنستقبل ابطال النادي الاهلي ومنتخب مصر في الكاراتيه، عملوا انجازات كبيره في بطوله افريقيا اللي انتهت منذ ايام. كان معانا الحلقه اللي فاتت ابطال منتخب مصر من ناشئين وناشئات اللي عملوا انجاز في بطوله افريقيا، النهارده هيكون معانا رجال وسيدات، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومرحب بنجوم الكاراتيه اللي منوريني في الاستوديو. ابتدي بمصطفى غباشي لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر والرجال، واللي استطاع انه يفوز بفضيه الكاتا في بطوله افريقيا اللي فاتت. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بحضرتك، منورنا والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. الدنيا طبعا منوره اهي، مرفعه كده شويه. الله اكبر الله اكبر. بنرحب بعمر اشرف نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر في الكاراتيه شباب فوق 76 كيلو اللي فاز بذهب الكوميتيه. اهلا بيك يا عمر. اهلا بحضرتك، منورنا. الميداليه وريني يا عم، الميداليه. الف مبروك يا حبيبي. الف مليون مبروك. يمكن اجي لك يا مصطفى، انت ابن النادي الاهلي. انا من زمان وانا عندي 4 سنين ونص انا بلعب في النادي الاهلي كاراتيه. 4 سنين ونص؟ اه والله. انت مواليد 2001، يعني بتلعب رجال. انت عندك 22 سنه. انا 22 سنه دلوقتي. بنتكلم في 18 سنه بتلعب في النادي الاهلي. اه. طب وبدات في انهي فرع؟ الجزيره. الجزيره اساسي الجزيره. انا ساكن اصلا في المهندسين، فمش قادر اروح مدينه نصر بصراحه. مستحيل. اه خالص. احنا عايزين حاجه ننزل يا باشا نتمشى نبقى في النادي. اه بس مش عايز حاجه بعيده. طب قول لي يعني انت ايه؟ يعني انت الحمد لله دلوقتي وصلت بطل افريقيا، واكيد هيبقى عندك، او يعني اللي بيوصل فاينل بعتبره بطل خلاص. بتبقى العمليه شعره او اتنين ما بين الاول والتاني. انما اكيد عندك بطولات عالم، حاجات جايه كتير. طب ليه في البدايه الكاراتيه؟ كان ليك اخ بيلعب، ليه توجهت للكاراتيه؟ انا ليا اخ اكبر مني بسنتين كان بيلعب كاراتيه بصراحه، وانا كان عجبتني اللعبه، بس انا كنت بلعب مع الكاراتيه كمان سباحه. انا تعمقت شويه في الكاراتيه والسباحه، لقيت نفسي في السباحه ما بجيبش بطولات، لكن في اول بطوله كاراتيه كنت بلعب بطوله تنشيطيه تبع النادي، فكنت بلعب مع ناس اكبر مني سنا وحققت مركز. فانا بصراحه عجبتني اللعبه فكملت فيها لحد دلوقتي يعني الحمد لله، يعني ولسه مستمر، هفضل مستمر فيها، احقق بطولات للنادي كتير يعني. انت الله اكبر ما شاء الله، يعني 22 سنه يعني تعتبر بطل افريقيا خلاص. ما قلنا فاينل ده بيبقى بطل. الحمد افريقيا لله. الحمد لله انا خدت اصلا بطوله عالم سنه 2017، انا جبت تاني فردي تاني جماعي. 2017 كنت شباب. اه كنت شباب. صحيح. تاني جماعي شباب وتالت فردي شباب. ما شاء الله انت لعبت بطوله عالم شباب. اه الحمد لله. لعبت كبار ولا لسه؟ ان شاء الله في بطولة اخر شهر 10. لا تعالى معايا بقى. ماشي. لا قول لي يعني اولا افريقيا تأهلت لها ازاي؟ ومشوارك كان ايه قبل ما ننط بقى نروح لبطوله العالم؟ انت تأهلتها ازاي؟ احنا بنبتدي في الاول خالص ببطولات الجمهوريه او القطاعات. الاول نبدا ببطوله القاهره، دي بيختاروا فيها 8، الـ8 دول يتصعدوا للجمهوريه. تمام. من كل قطاع يعني، هم احنا طبعا في محافظه 27 محافظه، في كل 27 قطاع بتاهل منهم 8. يا خبر ابيض، انت بتتكلم في 160 200 فرقه، 200 لعيب تقريبا. اه يا حاجه الجمهوريه حاجه كبيره يعني. بس بعد كده احنا بنخش الجمهوريه بيختاروا اول 8 دول بيخشوا المنتخب. بس بعد كده يبتدي بقى تصفيات داخليه جوه المنتخب، يبتدي بقى يختار بقى كم واحد من الثمانيه؟ هو يختار، يبتدي صف يختار 4، وبعد كده في تصفيه ثانيه يختار 2، والاثنين دول يكملوا لحد ما نشوف مين اللي هيلعب بطوله العالم.
من الاثنين اللي من الاثنين اللي في اتصفوا في الاخر دول. طب الاثنين دول بيروحوا افريقيا؟ لا هو واحد بس يعني. يعني هو انت اللي رحت؟ انا وزمايلي يعني، انا كنت بلعب في الجماعي وفي واحد تاني لعب في الفريق. احنا كنا اربعه يعني، احنا كنا ثلاثه يعني في الثلاثه. يعني اتأهل من 8 4 مش كده؟ يعني اتأهل من 8 4 يعني 4 من 200 300 لعيب اللي كانوا بيلعبوا دول. بالظبط. يعني تسلسل هرمي صعب في المنافسه. بالظبط. هو نظام يعني عندنا في البطولات كده كبير يعني، بنلعب ماتشات كتير قوي يعني. احنا مثلا بنعمل بعد ما نخلص ده بنلعب مثلا دوري مع بعضينا، كل واحد يلعب الثاني. سبع المنافسه ماتشات صعبه جدا 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 لا لا جدا. في عمق. الدنيا عندنا يعني صعبه قوي. طب هنقف لبعد التاهل لبطوله افريقيا، بس خلينا نروح بقى لعمر عشان نعرف يعني. عمر يعني عمر انت مواليد 2006. الله اكبر، صغير ما شاء الله. وبتلعب في وزن صعب، 76 كيلو ده وزن صعب والمنافسه فيه، وكمان بتلعب كوميتيه. فمين مين في وزنك مثلا؟ علي الصاوي مثلا وزنك؟ لا في وزني لاعب اسمه طه طارق. طه ده لعيب الجزيره ولا لا نادي الزهور؟ لا الزهور. ما انا فاكر الزهور الجزيره. يعني بمر عليا الاف اللعيبه، فمعلش بقى لما تطلع كوبري اكتوبر تعدي تبقى في الزهور بس. طب قول لي ابن النادي الاهلي. طبعا من وانا صغير، عندي برضو 4 سنين ونص. الله اكبر ما شاء الله. طب ليه كاراتيه برضو؟ بصراحه انا زمان خلاص كنت عايز العب كوره، بس انت جسمك كنت تبقى راس حربه ما حصلش، او مساك تجنن رؤوس الحرب. بس مامتي ما رضيتش، وده حقيقه بصراحه. القرار ده يعني احسن قرار ممكن كنت خدته في حياتي يعني. صراحة يعني والدتك بتحييها على الهوا ان هي طبعا والدتي ووالدي بصراحه احسن قرار خدته في حياتي كلها. طب لو قلت لك ان لعيبه الكوره بتاخد ملايين؟ لا برضه. بجد؟ بجد برضه القرار ده بصراحه مش كل حاجه الفلوس. بالظبط. المهم ان انا انجح في حاجه. طب قول لي يعني والدتك ربنا يديها الصحة وجهتك للكاراتيه، انت حبيت اللعبة؟ جدا بصراحة. أول بطولة خالص لعبتها، وكنت برضو أصغر من السن، لعبتها سن أكبر مني وكسبت الحمد لله، فالموضوع عجبني أوي. طب كنت تتوقع في يوم من الأيام بأمانة إن أنت تبقى ذهب أفريقيا؟ لا بصراحة. يعني لو كان حد قال لي من زمان إن أنا هبقى هنا دلوقتي وإن أنا كسبت بطولة أفريقيا وراجع لا خالص، ما كنتش متوقع حاجه زي كده خالص. تستحق اكتر من كده ما شاء الله، باين يعني باين في كلامك الشغف وان انت حابب لعبتك. وخليك فاكر كلمتي دي ان شاء الله هتوصل يعني، سواء انت او مصطفى في عينكوا شغف. انا بشوفه في يعني في من ضيوفي هنا بعرف مين اللي عنده شغف وعنده ويلنج انه يوصل. يا رب. طيب هنتكلم عن تاهلك لافريقيا، لان انا بحب اتكلم ليه؟ لانه الانجاز ده جينا قبليه انجاز تاني. ايوه. ان انت ازاي تتاهل من وسط منافسه صعبه في دوله متفوقه في الكاراتيه، اتاهلت ازاي؟ الاول برضو كان عندنا بطوله القطاعات اللي هي بطولة القاهرة، خدنا منها 8، بعد كده لعبنا بطولة الجمهورية برضو 8 من كل قطاع، فالعدد كبير قوي بصراحة. فلعبنا عدد ماتشات كبير يعني 6 أو 7 ماتشات في يوم واحد بيكون مش كده؟ في يوم واحد. صعب. الحمد لله جبت أول جمهورية. أول جمهورية؟ الحمد لله. بعد كده دخلنا تصفية المنتخب، طبعا لعيبة كتير قوي. بس الكوميتيه بياخدوا الأول بس صح؟ الكوميتيه لا بياخدوا 8 لا اللي يروح افريقيا كام واحد؟ اللي يروح افريقيا واحد. هي افريقيا نظامها هي واحد بس هو اللي يروح. بس انت روح راح معاك 4 عشان انتوا جماعه. عشان احنا احنا عندنا فئه الجماعه، هم برضه عندهم فئه الجماعه، بس ما كانش في الشباب، كانت في الرجال. فالرجال بيختاروا 7 عشان كده 7، فهو يعني فرصه في الرجال بتبقى اكتر واكبر. بس هو اتاهل واحد من 8. بيبقى. بس اقول لك على حاجه. لا واحد من كتير قوي. كتير قوي. ما انا بقول لك اخر 8 بقى الكوما الكبار. بس اقول لك على حاجه، يعني الرجاله اللي جولي والشباب في الكاراتيه والسيدات مش اول الجمهوريه اللي بيتاهل. تلاقي مثلا بتأهل الثالث الثاني، ما تفهمش ليه. بيبقى بعد كده بقى بنخش جوه بنعمل تصفيات. اللعيبه اللي كسبوا السنه دي والسنه اللي فاتت واللعيبه الدوليين بقى. فصفينا كلنا والحمد لله ربنا كرمنا، جبت اول. طبعا اتقسمنا لمجاميع كتير بقى ودوار كتير ماتشات كتير، بس الحمد لله جبت اول ساعتها وربنا كرمني وسافرت الحمد لله. طب خليني اقول لك عمر، انت 2006 اللي بيصفوا معاك 2006 2007 ولا 2005 2006؟ يعني انت الصغير ولا الكبير في السن؟ انا السنه دي الوسطاني يعني 2005. يعني انت 5 6 7 6 7 يعني انت لا سيبك من اللي تحتك. يعني انت دخلت مع 2005 كمان. يعني في ناس جامده كانت 2005. ايوه بالظبط. والسنه بتفرق. طبعا عدد كبير وخبرات اكتر يمكن مصطفى ما عندوش المشكله، ده مصطفى خلاص رجال. انما انا سالتك السؤال ده ليه؟ انت قلت لي انا في النص. فانت ده يعتبر يعني انجاز بجد يعني. طيب فاكر انت عملت ايه افريقيا مثلا؟ ماتشاتك كانت ازاي؟ لعبت ايه؟ لعبت كام يوم؟ يعني كلمني عن افريقيا قبل ما اروح طبعا لمصطفى. هي البطوله دي بصراحه كانت من اصعب البطولات اللي لعبتها في حياتي كلها. ليه بقى؟ البطولات في المغرب بتبقى صعب قوي، اولا التشجيع والتحكيم بيبقى منحاز جدا ضدنا. فكانت بصراحه من اصعب البطولات. كان في جمهور كتير جدا. يعني حتى الناس كنت بتلعبوا في الرباط ولا كازابلانكا؟ في كازابلانكا. كازابلانكا. فهي كذا. بصراحه كذا. فبصراحه كان جمهور كتير قوي، وكانت البطوله نفسها كانت الحكام كمان صعب قوي معانا.
ما استحضرتش ماتش الوداد بتاع افريقيا؟ كلهم صح، الناس كلها كلمتنا على الماتش ده. اوعى بقى هناك كنت لابس حاجه الاهلي ولا كله منتخب؟ لا كله منتخب. لان انا عايز اقول لك استحضر بقى روح النادي الاهلي وماتش الوداد وجون عبد المنعم، كنت هتفوت هناك يعني زي الفل. طبعا. الحمد لله لعبت اول ماتش الولد بتاع المغرب، الحمد لله كسبته كويس عدم تكافؤ. عدم تكافؤ بتوصل 9-0 8-0 8 فرق 8 نقط 8 نقط 8-0 لا كسبت 10-2 الحمد لله. 10-2 كمان ما شاء الله. بعد كده تاني ماتش لعبت ولد من ليبيا الحمد لله كسبت، وفي النهائي لعبت لاعب من السنغال. يعني انت لعبت 3 ماتشات؟ ثلاث ماتشات نار. اهمهم كان المغرب، المغرب يعتبر نهائي. بصراحه بس الماتش الاخراني كمان كان صعب قوي بالنسبه لي، اسطوال السنغال. وكمان وايديهم طويله، كمان كذا لاعب من مصر قبلي فرقه الشباب بتاعتنا كلها كانت خسرانه. فبصراحه ده كان ضغط عصبي كبير قوي يعني. كان صعب اللي هو انا داخل بقى اخر ماتش وسط الجمهور والناس كلها واصحابي كلهم خسروا، فكان صعب قوي بصراحه. بس خليني اقول لك ان انا حاسس فيك ان انت ما شاء الله يعني ما بتقلقش، بتقلق القلق الطبيعي بس ما بتخافش. الحمد لله بصراحه انا اتعلمت ده من كابتني طبعا كابتن مهاراته حبيبي ده جالي هنا يعني ضيفي في الاستوديو. لا ده حدوته مهاراته يعني. بصراحه يعني بصراحه اتعلمت انا حاجات كتير قوي بره الملعب، غير معك طبعا مش هتكلم حاجه معاك خالص لان ما كانش اديله حقه في حته زي دي، بس صراحه كمان في حته ان انا ما اخافش وكده بصراحه. لا بصراحه علمني حاجات كتير قوي مهاراته ده، ليه ايادي بيضاء على لعيبه كتير جدا صراحه. انا واحد منهم والشرف ليا بصراحه. انا ان شاء الله هكلمه وهروح اتمرن معاه ان شاء الله. مصطفى قول لي بقى ترتيب البطوله ايه وماتشاتك، يعني نقول للساده المشاهدين لعبت ازاي وصلت للفاينل ازاي. احنا كنا اعتقد حوالي 9 فرق. احنا بنتقسم مجموعتين ممتاز، يعني 4 و5. 4 و5 كان معانا في البوله في المجموعه بتاعتنا، يعني تونس، كانت السودان، واحنا طبعا، وتقريبا فرقه افريقيه تانية. مين اقوى فرقه كانت معاك؟ تونس هي اقوى فرقه منافسه لينا، المغرب، بس اقوى فرقه كانت معانا في المجموعه تونس، عشان كده انت قلتها اول اسم. بالظبط، هي كانت اقوى فرقه تونس. احنا الحمد لله يعني كسبناها فرق درجه ونص ما شاء الله. احنا بالنسبه في التقييم الكتاب بتاعنا احنا بتبقى كتير يعني. حد يكسب جزء من 10 تبقى جزء من 10 يعني حاجات 9 من 10 5 من 10 يعني درجه ونص دي. دي حاجه بتبقى يعني حاجه احنا عملنا انجاز يعني. بس فاحنا هو كان احنا بنلعب، احنا لو كنا اكتر من 10 فرق كنا نلعب 3 ماتشات، بس احنا كنا 9 فرق. أيوة. عشان طبعا الدول الافريقيه ما بتسجلش كتير. تمام. بس فاحنا لعبنا الماتش الحمد لله، طلعنا اول مجموعه، فاحنا لعبنا مع اول راس مجموعه الناحيه الثانيه كانوا المغرب. اول فاينل على طول. اول مع اول فاينل على طول. بس فبعد كده الحمد لله احنا لعبنا مع المغرب، طبعا الجمهور كان كبير. كان في ضغط اعصاب ان احنا كنتوا لعبتوا في الملعب 3 ولا 4 كنتوا في الملعب في الكاتابيب ثلاثة؟ في الكاتا احنا كاتا تيم 3. انتوا 4 في 3 مثلوا ولا انتوا 3 3؟ هو 3 بتسجل 3 من قبل ما نطلع، قبل ما نسافر اصلا. قبل ما نسافر يعني انتوا الثلاثه اللي سافروا هم اللي كانوا على البساط. بالظبط. تمام. بس واحنا طبعا لعبنا الماتش، طبعا كان ضغط، كان ضغط عصبي وضغط الجمهور. الجمهور كان فيه كتير جمهور اصلا من المغرب وبيشجعوا جامد وبتاع. طبعا بلدهم بقى. ما استحضرتش روح الماتش؟ لا طبعا مستحضر. انا اصلا انا في يوم انا كنت في يوم هناك كنت نازل بتيشيرت الاهلي وعادي جدا. عادي. لا عادي. كان الناس عادي، كان الناس بتبصلي. لا اخواتنا وحبايبنا طبعا. على راسنا والله. طبعا طبعا. احنا بنتكلم يعني ده رياضه ودي اللي بيقرب الشعوب، الرياضات بالظبط طبعا. هي انا عايز اقول لك انه كان في بطوله فين؟ في الجزائر، بطوله الالعاب العربيه. وشفنا تشجيع غير مسبوق للاعيبه المصريين في الجزائر. كان الجزائري يشجعوا الجزائريين يعني، او اللعيبه الجزائريين. مش موجود جزائريين بل مصريين. فيعني لا احنا اخواتنا العرب والله. احنا طالع على راسنا من فوق طبعا. لكن احنا جوه الملعب حاجه وبره الملعب احنا اخوات. اخوات طبعا. بس ما توفقتوش فرق قد ايه؟ كان فرق كان 4 من 10. انا قلت لك هو اللي بيوصل فاينل لعبته وكسب. كانت 4 من 10. بس يعني الحمد لله يعني احنا ان شاء الله بنطمح للبطولات الجايه ان احنا نجيب اول. حاسس ان يعني مش هنجيب طبعا التحكيم ولا نقول حاجه، بس حاسس ان هو يمكن يعني كان في شويه تعاطف مثلا مع المغرب صحابه الارض والجمهور ولا لا؟ كان في شويه يعني، كان في شويه بصراحه. بس هي لعبه تقديريه، خلي بالك. احنا كاتا فعلا. انتوا كام حكم بيكون قاعد؟ سبعة حكام. فهو كل واحد بقى بيقدر اللي يشوف على حسب بقى السرعة والستايل والباور. لعبة تقديرية خالص كاتا بالذات يعني. يمكن الكوميتيه انت بتوجه ضربات معينة، لو وصلت لأماكن معينة خلاص بالظبط. انما هي الكاتا دي تقدير عين بحت. بالظبط، هي تقدير فني عكس الكوميتيه فعلا، ان هو بيقدر يرجع في الماتش بدراعه بالظبط. بس طب ماجيانا برضو كان برضو اتظلمت في كان حكم مغربي. لا يعني برضو لا ما تمام الدنيا كويسه وكل حاجه، بس قصدي اقول لك ان قرار الحكم
ما كانش موفق فاتظلمت. مش قصدي يعني، ولكن القرار ما كانش، هو في الاول وفي الاخر كل ده كاتبه ربنا بس بس. فاحنا بنطمح طبعا للبطولات الجايه، احنا عندنا ان شاء الله بطوله في شهر 9 بطوله دوري عالمي سيريس اف قبرص، دي ان شاء الله في شهر 9 اخر 9 ان شاء الله. لا هلعب فردي وجماعي برضه. طب ومع المنتخب قالوا التشكيل من دلوقتي المنتخب ولا اللي شاركوا في افريقيا هم اللي لعبوا؟ هو احنا اللي شاركنا في افريقيا احنا نلعب الدوري العالمي. هو الدوري العالمي. طيب. بس طب الدوري العالمي ده سيريس ايه ولا بي ولا سي لا سيريس ايه. سيريس ايه. طيب. احنا في بطوله دي اصلا بطوله بتاهلنا للدوري العالمي اسمه بريمير ليج برضه. بريمير ليج ده احنا لعبناه السنه اللي فاتت اربعه، بيبقى اربعه على مستوى العالم صح؟ اربعه بريمير ليج. مصر كان فيها واحده وكان دبي فيها واحده انا فاكر. وكانت اسبانيا تقريبا فيها ثالثه مش فاكر. لا اسبانيا كانت دوري عالمي للشباب. للشباب تمام. للشباب تمام. لكن في كان في طبعا في دوري مستضيف. خلي بالك. لا انا ما شاء الله يعني مذاكر يعني بريميوم ليج ده وعارف انا ما تفتكرش ان انت تقول لي حاجه. ما شاء الله. معاك انا بس فكان في دول بتستضيف البطولات دي يعني هم بيبقوا مثلا اربع بطولات بريميوم ليج وخمس بطولات سيريس اي عشان طبعا كله عايز يخش في الرانك العالمي. انت خدت ذهب تروح البريميوم ليج ولا لسه عندك مشوار ثاني لسه يعني؟ لا هو البريميوم ليج بيبتدي من اول 32 بياخدوا اول 32 في الرانك هم اللي بيخش، بس لما نيجي نسجل بناخد التوب 100 بس. فكل واحد بيخش السيريس اي عشان يعلي الرانك بتاعه بالبوينتس اللي بياخدها. بالظبط. طيب يجمع قبرص وبعديها قبرص بعديها ان شاء الله على طول بعديها باسبوعين بطولة عالم رجال. هتلعب ولا لسه ما تعرفش؟ لا احنا لسه ما نعرفش، اكيد في تصفيه هتتعمل. شد حيلك ان شاء الله خير. ماشي يا عمر، اجي لك نفس القصه بقى. انت عندك ايه اللي جاي؟ انا اللي جاي ان شاء الله هبدا بقى الموسم الجديد تحضير ان شاء الله بطولة العالم. يعني هنبدا بقى الجمهوريه. امتى بطولة العالم؟ في شهر 10 مش ده اللي بعده ان شاء الله. طب لسه عندك وقت؟ تمام. تأهلت ليها ولا لسه؟ لا لسه بقى هنبدا حتى بالذهب بتاع افريقيا ملوش علاقه. بنصفي من جديد بقى وبنبدا من جديد تاني خبر ابيض. ده بص ده انت عايز نفس طويل. طيب انت محتاج برضو تحافظ على نفسك وتحافظ على اول جمهوريه وتحافظ على الرانك بتاعك جوه مصر، وهو التاهل نفس البوابه اللي تاهلت بيها افريقيا صح؟ ايوه بالظبط. وكمان بيبقى عندنا محطات يوث ليجز لدوري شباب زي بتاعهم كده بس تحب يبقى للشباب. برضو انا كنت لعبت بطولات زي دي برضو السنه اللي فاتت. فين؟ في قبرص كرواتيا. طب انت في خلال السنه دي سنه وشهرين هيبقى لك بطولات؟ ان شاء الله هيبقى ليا بطولات سيريس اي برضو بريمير ليجز، بس عشان احنا لسه هنبقى صغيرين شويه فهتبقى مشاركاتنا في السيريس اي اكتر. طب وبتشارك ازاي؟ هل من خلال النادي ولا من خلال المنتخب؟ لا من خلال المنتخب، بتبقى تصفيات برضو المنتخب، والاول بطوله الجمهوريه طبعا، وبعد كده تدخل المنتخب بالتصفيات. الاول بيسافر. يعني اللي بيسافر البطولات اللي هي الدوري العالمي ده بيبقى برضو الاول؟ الاول. لا ده انت منافسه. طب افرض انت كنت الاول المره دي والمره الجايه مش الاول ما تروحش؟ يبقى البطوله الجايه ما فيش بقى. وبرضه هي بتعتبر على السنه كلها، انت بتجمع نقط للسنه. فمثلا مش ما جبتش اول مره فخلاص كده، لا برضه انت بيبقى ليك زي رصيد موجود. رصيد موجود صح. فممكن بطوله تجلي منك بس انت عندك رصيد. بس عندي رصيد من قبل كده. طب واللعيبه اللي الناحيه الثانيه في العالم بيلعبوا برضه بيعانوا من المعاناه اللي انتوا بتعانوها دي؟ التصفيات جوه بلدهم؟ لا ما فيش صراحه زينا هنا. كله بياخد بعضه ويطلع؟ كله مثلا بطوله واحده وخلاص، اللي هو زي بطوله الجمهوريه وخلاص بيسافروا بطوله على طول. انما مفيش تصفيات بقى. مفيش تصفيات. احنا هنا بنخش بقى في تصفيه مره واثنين وثلاثه واربعه. انا عايز برضه اقول برضه ده يعني ما ده ممكن يكون برضه ما اعرفش يعني انا خدت بطوله الجمهوريه انا اللي اطلع. بتبقى مشكله للاعب بس برضه بترجع في الاخر ان انت لما بتاخد الاول انت الاول ده مستحق كل حاجه. ما تقدرش بقى كده ترجع تقول هو ما كانش ينفع يسافر، لا انت صفيت مره واثنين وثلاثه فطالما استقريت على ده يبقى انت متاكد منه خلاص. عمر ده انت في سنه كام؟ انا داخل ثالث ثانوي. ربنا معاك يعني داخل سنه صعبه في الكاراتيه وسنه صعبه في الدراسه. حابب تدرس ايه؟ اوعى تقول لي دكتور لان المهند دكتور مهند مجدي دكتور جانا فاروق دكتور فكل الطب يعني واخد سكه ومعانا دكتور طبيب لسه طبيعي برضه يعني كل واخد سكه الطب. ليه كده؟ انا لسه اخش علاج طبيعي بصراحه برضه. انا اختي برضه في علاج طبيعي. ربنا يوفقك ايا كان في ده او ده. بس خليني برضه مصطفى انت كليه علاج طبيعي؟ انا كليه علاج طبيعي. ما شاء الله طبعا عندك وسواس رهيب وانت في المرض. انا عارف ده الوتر ده شد محتاج جلسه. لا انا عندي هنا تشخيص لازم اعمل اشعه. تلجع على طول. تلجع على طول. هو على طول الاساسي تلجع على طول عندنا. ايوه هيموكلار ويلا وخلص صح مش كده؟ هو ده. لا انا قصدي اقول ان لما بيكون واحد طبيب وقاعد ببقى فاهم الميكانيزم بتاع الاصابه هتبقى عامله ازاي فانا هعرف اعالج ازاي هعرف اعمل اسسمنت ازاي. يعني الموضوع ده بيكون انت في سنه كام طيب؟ انا سنه خمسه خلاص اخر سنه. الله اكبر. اخر سنه خلاص. الكاراتيه دكتور دكتوره دكتور دكتوره انتوا واخدين سكه الطب زي ما يكون ماضيين عقد انتوا مع الطب. عندنا هندسه برضو بس على الخفيف.
مش كتير بس في هندسه برضه يعني كلنا في كليات القمه الحمد لله. بصراحه الله اكبر على الكاراتيه امانه، بيبقوا يعني اكاديمي ورياضيا بيبقوا متفوقين جدا. مصطفى الغباشي بشكرك نورتيني وشرفتني. نور حضرتك والله، ربنا يخليك. والف مليون مبروك، ونتمنى لك التوفيق في اللي جاي باذن الله. ان شاء الله ربنا يخلي حضرتك. عمر اشرف بشكرك شكرا جزيلا، مبروك على الذهب. الله يبارك في حضرتك، واتمنى لك كل التوفيق وتحقق كل احلامك. يا رب يا رب ان شاء الله. اعزائي المشاهدين لسه مكملين، ده لقائنا مع الابطال، بدايه بالشباب والرجال. هنطلع لفاصل عشان يجي لنا ابطال السيدات اللي حققوا فضيه الكتل الجماعي في السيدات أي هشام ونهى عمرو، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، ومنرحب أكيد بنجمتنا، نجمات الكاراتيه في النادي الأهلي ومنتخب مصر اللي حصدنا فضية الكاتل الجماعي في السيدات بطولة أفريقيا منذ أيام، واللي كانت في المغرب في مدينة كازابلانكا. بنرحب بآية هشام نجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر. أهلا بك يا آية. أهلا بحضرتك، منورانا ومبروك. ميرسي لحضرتك، احنا سعدان احنا مع حضرتك. أيوة والله بالظبط، ده حاجة جميلة، وأنا ببقى سعيد دايما لما أكون ضيوفي، وسعيد جدا بالبطولات اللي بتحققها. أكيد برحب بنهى عمرو نجمة طبعا منتخب مصر والنادي الأهلي في الكاتا، وأكيد حققت الفضية مع آية هشام فضية أفريقيا في الكاتا سيدات. اهلا بك يا نهى. اهلا بحضرتك، ده لقائنا الثاني قريب يعني كله ورا بعض ما شاء الله، بطولات كتيره يا رب على طول. ويمكن كنا بنتكلم انه صعب يعني، يمكن الثالثه معاكم اسماء مجدي، كنا بنتكلم قبل الهوا ان انتوا الثلاثه بتمثلوا مصر من 21 صح؟ احنا صعب يعني عشان تفضلوا متربعين على عرش الموضوع ده في مصر، الموضوع صعب. كلميني ده بيتحقق ازاي، عملتوه ازاي، يعني ازاي محافظين على التشكيل ده الفتره دي كلها؟ لا هو اكيد صعب بسبب ان احنا محتاجين استمرارية طبعا. النجاح الأول بيبقى صعب، بس الأصعب إن احنا نحافظ عليه. صحيح. وإحنا تيم، إحنا مش بنلعب فردي، فلازم دايما نكون موجودين مع بعض، لازم دايما حتى يعني نفسياتنا مع بعض تفضل متواجدة، ما تكونش صحيح سؤال حتى على بعض. لازم يفضل الإحساس ده موجود، لأن ما ينفعش يتفقد في يوم يعني ما ينفعش. طب الثلاثي ده الاتحاد اللي اختاره، ولا هي جت الصدفه كده ان انتوا تبقوا مع بعض انتوا الثلاثي؟ لان انتوا لعبتوا بطولات كتير انتوا الثلاثه. لا هو الاتحاد اللي اختاره 2021، والحمد لله لما احنا جبنا بطوله العالم استمر، لان حضرتك عارف ان كانت اول ميداليه لمصر. صحيح. فاستمر، دي الحاجه اللي كانت مقوياه وبوينت لينا يعني. بس فعشان كده احنا مستمرين فيها، بس طبعا اصعب ان احنا نحافظ على ده. طب على المستوى المحلي ازاي تاهلتوا لافريقيا؟ ازاي قدرتوا تتوصلوا ان انتوا تمثلوا مصر في بطوله افريقيا؟ ازاي تاهلتوا يعني ازاي؟ هل زي يعني اللاعبات او اللعيبه اللي كانوا معايا دلوقتي برضو بطوله جمهوريه وبعد كده بطوله القطاعات وبعد كده جمهوريه وبعد كده تصفيات، ولا كانت تاهلكوا ازاي؟ احنا لعبنا جمهوريه الاول، فكلنا تمام. الجمهوريه دي كانت مؤهله ان خلاص احنا هنبقى في المنتخب. خدتوا ايه في الجمهوريه؟ كان ترتيب فردي. لا ما كانش فردي. جماعي فردي. احنا بنترتب بنلعب فردي. خلينا نتكلم عنك، خدتي كام؟ انا خدت تالت الحمد لله. وايه كنت خدتي كام يا ايه؟ انا اول الحمد لله. ما شاء الله برضو يعني قريبين من بعض. التاني ما تقوليش اسماء. التاني اسماء يعني اول تاني تالت انتوا الثلاثه. طيب يعني حلو، الجمهوريه خدتوا بتلعبوا فردي تمام. بعد الجمهوريه بعد الجمهوريه خلاص احنا كده بقينا في المنتخب، بس ده ما كانش سني انا يعني، الجمهوريه دي مش سني. انت لعبه في الاكبر. انا سني اصلا تحت 21. ما زال لسه. لسه انت لعبت سيدات. ان شاء الله عندنا بطوله عالم السنه دي كبار، بس انا سني بتاع الفردي السنه الجايه. ممتاز جدا، يعني انت دلوقتي لعبت سيدات وخدتي تالت، وده مش سنك. وفي سني الحمد لله جبت اول ما شاء الله. طيب انتوا الثلاثه خدتوا اول وثاني وثالث، دخلنا بعد كده على التصفيات اللي هي بتبقى قبل ما تسافر، كان كام لعيبه فيهم؟ التصفيات اللي قبل ما نسافر، لا احنا في الجامعه مش بنصفي قبل ما نسافر. بتعملوا ايه ده بقى؟ كان بيحصل في 2021. تمام. كان بيكون في تصفيه قبل ما نسافر في الجماعي، لازم نتقيم والحكام تيجي، لان كان في كذا تيم. عملتوا كده ازاي؟ هو ده التيم الثابت في الكبار. اختاروكم انتوا الثلاثه بس في احتكاك، لان في صغيرين طالعين كانوا معاكم في المعسكر، بس معروف معين. من اول معسكر مين اللي هيسافر؟ اللي انتوا الثلاثه. عشان هم سنهم شباب اصلا، اللي معانا سنهم شباب، فعشان كده. بس هم سنك شباب يعني اصغر أغرق. مني بسنه كده. سنك يعني سنك. شباب بس انت لسه شاب. يعني هنبقى مع بعض في السنه بتاعت الفردي اللي هي السنه اللي بعد الجايه ان شاء الله. طيب فاكره مشوارنا في افريقيا كان عامل ازاي؟ ازاي لعبنا ولعبنا مين الاول لغايه ما وصلنا للفاينل؟ فاكره؟ كنا الاول مع تونس اعتقد،
دول بقى أفريقية بصراحة أنا مش فاكراها. أنا ببقى فرق قوية بس. وبعدين إحنا واحد داخلين مش بنشوف إحنا هنلعب مين. هو في فرقة موجودة إلعب. إحنا كده كده هنلعب. طب فاينل بقى كان مع مين؟ كان مع المغرب. المغرب هو المغرب هي عشان كانت بتقول عندهم. هي المغرب كانت الفاينل كله. كله فاينل كله. يمكن كان في يعني ماشي هنعديها ماشي. طيب أيه يمكن برضو نفس الكلام، الحفاظ على القمة صعب. ما شاء الله الله اكبر عليكم، انتوا ماشيين انتوا الثلاثه باداء ثابت على الفردي، يعني يمكن عرفت معلومه كويسه منها ان انتوا على مستوى الجمهوريه بتنافسوا فردي مش جماعي، بعد كده بتتجمعوا في المنتخب. مظبوط. شايفه الحفاظ ده ازاي؟ شايفه محتاج بذل مجهود ازاي؟ عملت ايه طول الموسم عشان تفضلي على القمه؟ لا طبعا هو الموضوع بيحتاج يعني زي ما نهى قالت، هو الوصول للقمه سهل لكن الحفاظ عليها هو الاصعب. 100% لان دايما اللي بيكون في القمه ده بيكون العيون عليه، الناس عايزه تطلع عايزه، فهو ان هو يحافظ على مكانه ده بيكون صعب. فطبعا يعني بيحتاج مجهود مضاعف غير العادي. طبعا احنا قبل الجمهوريه بنتمرن، كل واحد بيتمرن مع مدربه طبعا. وانا حابه اوجه شكر بصراحه لمدربي كابتن محمد عبد القادر، لان هو انا كان عندي ظروف اصابه ووقفت فتره. كان عندك ايه؟ والله انا جالي يعني اصابه كده، جالي قطع في الاماميه ومزق في الضمه، والعضلتين كانوا جنب بعض. ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي حصل؟ ايه اللي يعني مش عايزه افكرك بايام بس هي معروف ان الكاتا مش لعبه اشتباك. هي مش لعبه اشتباك، بس هي المزقه او القطع ده بيجي من حركه فجاه او هو نصيب يعني. هو انا يعني كنت بتتمرني ولا كان في ماتش؟ لا كنت في التمرين عادي وحصل بقى. مش مزق قطع. يعني بس حاجه بسيطه عادي، ده العادي عندنا في الرياضه يعني. انا عارف بس برضه هي كانت خضه شويه ولا كانت اكيد. هي بس بيحصل بس ان التمرين بيتاثر طبعا فتره، فعشان الواحد يرجع تاني وبنبقى احنا محكومين بمواعيد، عندنا بطولات، عندنا جدول طول السنه ماشيين عليه، فبيبقى بقى هي الفكره في التوقيتات. كان توقيت الاصابه دي امتى فاكره؟ هي الاصابه طولت شويه. هي توقيتها بالظبط معايا كان شهر 2، فانا يعني السنه دي. السنه دي بس كان عندك تحديين، تحدي الاصابه اللي انت تخفي منه، وتحدي ان انت ترجعي لمستواكي قبل بطولة افريقيا. بالظبط. هو انا قعدت يعني قعدت فتره بكابر بصراحه على الاصابه، لا انا هتمرن. كان عندنا كمان كذا بطوله في النص، فكانش في وقت ان احنا نوقف، فكانش ينفع في قطع. بس يعني الواحد لما عنده تارجت يعني خلاص. بلس ان هو الواحد برده بيبقى يعني عنده مسؤوليه الفريق، يعني هو برده يعني الحمد لله بلعب فردي وبلعب جماعي، بس الجماعي مسؤوليه، الواحد شايل تعبه، تعب المدرب، تعب اللعيبه اللي معاه. طب انت اتصبت في شهر 2، رجعت سليمه امتى؟ رجعت سليمه تقريبا يعني نص 5، ولما رجعت حصل برضو زي ارتداد للاصابه تاني شويه. بيحصل دايما. لان طبعا كان عندنا وقتها التصفيات وكده، فرجعت بحمل عالي قوي. تصفيات المنتخب ولا تصفيات افريقيا؟ كانت فين؟ لا التصفيات بتتلعب عادي في مصر عادي، مصر. سواء في الاستاد او في المركز الاولمبي على حسب المكان ما يتحدد. بس فهي الفكره بقى في التوقيت، فالواحد بيبقى محتاج مجهود مضاعف، سواء بقى في التمرين ذهنيا نفسيا كله، علشان يرجع لمستواه ولازم يكون متطور كمان. وانت سليمه ولا في شكه ولا في حاجه؟ الحقيقه هو الواحد مش بيركز يعني، هو خلاص بيبقى في شك يعني. هو لا يعني هو الحمد لله الواحد كويس، بس خلاص يعني متعايش. بالظبط، عايشه مع اي اصابه او اي بالظبط. في هدف اكبر، مفيش رياضي بينزل الملعب 100% بالظبط. هو هي دي الفكره، بس ازاي هندل نفسه مع الاصابه. بالظبط. يعني انا قعدت فتره سنتين عندي مشكله في كتفي مثلا، فكان في زاويه معينه برفع فيها كتفي بيوجعني، فبقيت اتجنب الاصابه دي الزاويه دي وانا في الملعب. ايوه يعني لو عايز ارفع كتفي مثلا كده اروح كده سنه وارفعه. ايوه فهي تتعايش مع الاصابه. ايوه اصل هو زي ما حضرتك قلت فعلا مفيش مره هننزل بدون اصابه، احنا لعبه عنيفه تعتبر، فطبيعي ان احنا طول الوقت يعني زي ما حضرتك شفت عمر لابس في ايده حاجه، طول الوقت الدكتور يعني طول الوقت الدكتور مشغول من كتر اللعيبه كلها، مفيش حد فعلا، بس كله خلاص بيتعايش. بس انت غير في تارجت وغير نهى ان انت كان عندك تحدي اصابه، يعني ربنا يحفظهم يا رب. نهى واسماء ما كانش عندهم التحدي اللي عندك. نهى شكلك كنت مصابه انت كمان صح؟ لا ولا ايه الوضع؟ لا هو احنا نص اصابه كمان، نص اصابه بعض الاوجاع طبيعيه يعني. احنا يعني مفيش حد بيبقى سليم، مفيش بتقعد بنلعبها واحنا سلام يعني، ده عادي ده طبيعي. بس طب ايه اللي كنت بتعاني منه؟ لا هي حاجه من 20 ل 21 حاجه قديمه ثلاث سنين متعايشه مع الاصابه، بس عادي بقى جلسات مع التمرين بتقل. انا بقول لك مش هتلاقي لعيب الا ما هتلاقي عنده ديفو معين، مش مشكله. هي مش حاجه توقف، هي الموضوع عندها كان اصعب شويه، لان هو اللي يعني اصابتها كانت
اجمد شويه ولسه ومحتاجه جلسات ومحتاجه الاول تتعالج كويس. مع بقى ان هي مش قادره تاخد راحه بسبب ان في بطولات جايه وزي ما هي قالت هي كانت شايله المسؤوليه في حاجه زي دي. بس بتبقى يعني حاجه كويسه منكم ان انتوا عارفين ان في اصابه. يعني خلي بالك البنات دايما بينزعجوا من اي الم من اي وجع. خليني اتكلم بامانه يعني السيدات دايما يعني يبقى في انزعاج شديد ده كوعي لا انا لازم اوقف. بس انتوا ما شاء الله بتتكلموا على الاصابه كان ده جزء من الرياضه. اصل هو احنا طول الوقت عندنا يعني الالتهابات دي على طول دي حتى نخلص تمرين نحط تلج على طول على اي حته في البونكاي. احنا كمان احنا كتير بقى مش كوميتي ما فيش احتكاك بس احنا عندنا بونكاي. فالبونكاي ده شرح الكاتا بنشرحه على بعض بنشيل بعض ونوقع بعض ونضرب بعض ونصد وكده. فهو بيبقى قتال برضو قتال وكده. بس تدريبي يعني احنا في بطولة افريقيا في الملعب واحنا بنسخن للفاينل جت ضربه في دراع نهى من هنا دراعها وقف وايدي علمت على ايديها. فلا احنا ده طول موجود طول الوقت يعني. طب انت بتقولي معلومه حلوه جدا. انا فاكر ان انتوا بتقولوا الوقت استعراضي. لا ده واضح ان في بنشرح بقى الاستعراض ده بونكاي. بونكاي بونكاي اللي كلها لهجات يابانيه صح؟ لا دي كده وبتمسكوا على بعض الضرب والحركات دي عشان وانت بتعمل الحركه تبقى متخيل الموشن ده ليه بالظبط. احنا بنلعب الكاتا وبعدين بنشرحها بقى يعني في البوكاي. بس ده بيكون في الفاينل. بس الفاينل بيبقى الكاتا اللي احنا بنلعبها بنشرحها على بعض. لو حد هاجم بالطريقه دي بشرح الكاتا نفس الحركات. طبعا بيبقى متواصل يعني هي بيبقى لينا تايم معين 5 دقائق ما ينفعش نخرج عنه. بتمثليها على حد بره الفرقه عشان ما نعورش بعض. لا يعني ممكن يبقى المنتخب تبقى حركات محفوظه. يعني ممكن المنتخب يبقى 5 لعيبه وفي 2 بيجوا للبونكاي ده بس. لا 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 هي احنا هي البونكاي يعني التيم عامه دلوقتي بقى 4 لعيبه بس احنا حاليا 3 ومعانا التيم الصغير زي ما نهى قالت معانا التيم الشابات. احنا كلنا مع بعض يعني. ما انت برضه لما يجي بونكاي يعني ما تنشفش قوي يعني روح مع الحركه برضه عشان ما تتعورش. احنا بس بنعمل كده فلتان بس يعني برضه مش. طب خليني اروح لحته مهمه. النادي الاهلي خد قراره انه يعمل عقود للاعيب الكاراتيه وانت كنت واحده منهم يا ايه. يمكن نهى عشان لسه صغيره ان شاء الله لما تطلع الفريق الاول ان شاء الله بالمستوى ده اكيد هتعمل لها عقد بدون ما افكر يعني. شعورك كان ايه والخطوه دي جت ازاي وقالوا لك عليها ازاي ايه اللي حصل؟ لا حقيقه انا عايزه اشكر يعني الجهاز الفني والاداري للكاراتيه واشكر دكتور مراد عاصم دكتور محمد حسن دكتور مهند طبعا ودكتور خالد مدير النشاط الرياضي. طبعا هي خطوه يعني انا مهما اقول لحضرتك هي فرقت معانا كلنا ازاي نفسيا قبل اي حاجه. الدعم فكره ان احنا معروفين وفي اهتمام بينا لا ده حقيقي بجد. هي خطوه احنا كنا بنتمناها من زمان بس حقيقي هي كمان جت في توقيت صعب لينا كلنا وفرق معانا نفسيا كلنا وبصراحه جت احسن بكتير من ما كنا نتخيل وكنا نتوقع يعني. فلا هي فرقت معانا كلنا نفسيا و... في هل فرق ماضيه عقود كده برضو زيكم في مصر ولا ما سمعتيش حاجه زي كده؟ لا يعني هو لما نادي بيشتري لاعب من نادي تاني بيكون في عقود ولكن طبعا مش بنفس انتوا من غير ما حد يشتريكم وانتوا ولاد النادي الاهلي. دي احنا دي اول مره تحصل للكاراتيه فبجد دي خطوه كانت كبيره جدا وانا متاكده ان هي كان يعني كل حد كان ليه ايد في الموضوع وسعي فيه. فحقيقه انا حابه اشكرهم كلهم لان الموضوع فعلا فرق معانا كلنا نفسيا. تستحقوا بجد يعني قصه الكاراتيه في النادي الاهلي تستحقوا والنادي الاهلي عمره ما بينسى اولاده. ويكفي ان احنا عندنا بطله اولمبيه دكتوره جانا طبعا وكانت يعني مش هي ما رفعتش اسم مصر بس هي رفعت كمان وراه اسم النادي الاهلي. فانتوا اكيد تشرفونا واكيد حاجه كويسه. وقبليهم طبعا دكتور مهند مجدي نجمنا الكبير وعضو مجلس اداره. لا الكاراتيه ليها معزه وليها يعني خاطر كبير جدا عند كابتن محمود الخطيب رئيس النادي واعضاء المجلس بالكامل وكابتن خالد العوضي. تستحق كل خير ان شاء الله. نهى طب اجي لك ايه اللي قادم؟ ايه اللي عندنا جاي بقى؟ عندنا سيريس اي في قبرص ان شاء الله شهر 9. دي احتكاك في اكتوبر صح؟ قالوا لي في اكتوبر. في اكتوبر. في اكتوبر. او اخر 9 اخر 9 اخر 9 ان شاء الله. ممكن تروح ماشي تمام. هنشارك ان شاء الله. ان شاء الله فردي وجماعي. احنا التلاتة جماعي واسماء ونهى عندهم فردي ان شاء الله. تمام حلو ممتاز. وبعدها بقى ان شاء الله تبقى بطولة العالم باذن الله. طيب ليه ايه مش هتلعبي فردي؟ هي السيريس ايه ليها رانك معين فهي من اول 32 يعني فيما فوق يعني 31
يعني اول 32 هم اللي بيلعبوها؟ لا اللي بعد ال 32 هم اللي بيلعبوها. انت فوق انت مع ال 32 اللي فوق؟ اه انا الحمد لله رقم 7 في الرانك ف العالم. اه الحمد لله. ف مش هينفع مش هينفع تلعبي. مش سبحان الله المفروض العكس يعني انا توقعت العكس ان انتوا لا ليها ليها حاجه بتبقى بريمير ليج. اه بريمير ليج بقى بتخش بقى فيها الاولويه بتبقى الاول 32. فهمت يعني هو مديلك سيريس ايه دول للي بره اول 32. اه انك تخش 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 عشان توصل بقى للبريمير ليج. اه فبيديك فرصه ان انت تخش انما نوع عشان من اول 8 فبتهيألي تبقى اول 8 مش كده ولا بتبقى كام بريمير ليج على طول؟ لا البريمير ليج هي مفتوحه لل 100 ولكن هو محدود بعدد 32 لاعب. بس انت ضامنه مكانك فيه ان شاء الله بال 8 7 على الاقل. اه هو بيفتح يعني بيفتحها كده فيز 1 فيز 2 فيز 3 ففيز 1 بتبقى الاول 32 هي بتبقى مشكلتها في عددها ان هي محكوم بعدد 32 وبيفتحها يعني فيزز. عدد اه فيزز فاول 32 لو العدد اكتمل من اول فيز خلاص مش بيبقى في امكانيه لحد تاني يسجل. بس انت هتلعبي جماعي عادي فيها؟ اه هنشارك فيها جماعي ان شاء الله وهم عندهم فرد باذن الله. اسماء يلعبوا فرد. اه طب اسماء ترتيبها كام؟ لا انا مش طب انت برضه مش عارف بس انا بعد ال 32 عشان كده هشارك في السيريس اي. طب انت يعني ان شاء الله منتظر محتاجه مثلا من وجهه نظرك كام بطوله سيريس اي عشان تخش البريمير؟ لا هي هو انا ممكن اخش بريمير ليج عادي من اول. لا دلوقتي تمام حتى هي كده كده مفتوحه لل 100 تمام فانا انا في ال 100 فممكن عادي اشارك. بس انت بتحسين الرانك بتاعك؟ اه بحسن الرانك بتاعي وبخش في حته ان ابقى من اولويه ان انا ابقى فيز 1 فاخش على طول. ده كده ممتاز جدا. طيب بعد الاوبروس هي بقى بطوله العالم انا هلعب فيها جماعي ان شاء الله. هتبقى فين؟ في المجر في شهر كام فاكره؟ 10 برضو اخر 10 عشر. يعني ده ورا بعض على طول لان هم قالوا لي برضو ورا بعض نفس الكلام ورا بعض. وهدي ورا دي على طول بطوله العالم هتشاركوا فيها انتوا الثلاثه ان شاء الله. ان شاء الله. بس محتاجه منكم شغل كويس يعني انتوا خدتوا بطوله العالم اللي فاتت نسبب لازم نعلي يعني ان شاء الله نعلي المره دي. اكتر بطوله العالم هنعمل ايه طيب؟ لا التارجت ان احنا نوصل فاينل المره دي ان شاء الله. احنا المره اللي فاتت جبنا ثالث الحمد لله فان شاء الله التارجت نوصل فاينل. بس ما شاء الله كانت البطوله في تركيا انا فاكر صح؟ اللي انتوا خدتوها؟ لا انتوا خدتوا فيها جبنا اول في سيريس اي تركيا فعلا. ايوه دي جبنا فيها كنتوا انتوا معايا. ايوه جبنا تالت عالم كان دبي. في دبي 2021. ايوه انا فاكر صح. أيوة. دبي لا وكنت دبي معايا برضه. ايوه جينا وحضرتك في دبي التميمه الصغيره دي انا فاكر. أيوة. انا عايزها بقى التميمه عشان ربنا يكرمكم ويوفقكم يا رب واتمنى لكم كل التوفيق. طبعا نوع عمرو نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر الكاراتيه بشكرك نورتيني وشرفتيني. انا بشكر حضرتك والله على كل مره حضرتك بتدعمنا فيها وبجد بنشكر حضرتك جدا على كل حاجه. حقكم وانتوا الابطال واحنا هنا برنامج الابطال برنامجكم فطول ما انتوا ابطال ان شاء الله احنا وراكم وبظهركم في اي وقت. شكرا لحضرتك والله. اي هشام طبعا نجمه الكاراتيه في النادي الاهلي بشكرك نورتيني وشرفتيني دايما بكون سعيد وانت موجوده والله. شكرا لحضرتك نورتيني وشرفتيني. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهارده عن الكاراتيه. اكيد شفتوا حجم الجهد المبذول سواء من النادي الاهلي والتقدير كمان من النادي الاهلي وشفتوا قد ايه يعني الجهد المبذول من اللاعبين وبطوله العالم المغرب ما كانت اكيد ما كانتش سهله بالمره. في بطوله ان شاء الله سيريس اي في اوبروس في شهر 9 وهنتابع ابطالنا. عندنا كمان بطوله العالم في شهر 10 كمان هنتابع ابطالنا فيها. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه والى حلقه جديده مع الابطال.